وصباح الدنيا زينة رسيتك مراسينا صباح الدنيا زينة رسيتك مراسينا تعالي حضننا الدافي دهينا وبوسينا يا زينة يا زينة. كل سنة وإحنا طيبين، كل سنة وإحنا في خير وصحة وسعادة وسلام. وسلام دي نحط بقى يعني تحتيها كده مليون خط. كلمة سلام دي ممكن حضرتك عندك مشاكل كتير، لكن كلمة السلام في حد ذاتها وإنك تعيش بسلام في حد ذاته ده أمر الحقيقة ملوش تمن، لأن تمنه كتير جدا من أرواح إخواتنا وأرواح أبائنا وأرواح أجدادنا ويعني دماء أو تراب روية بدماء كثير جدا من المصريين، آلاف المصريين دفعوا عن هذا البلد وعن حرية هذا البلد وعن سلام هذا البلد وعن أمان هذا البلد. فما تيجي تتكلم عن 25 إبريل تتكلم عن 82، تتكلم النهاردة 42 سنة على هذه الذكرى العطرة اللي هي ذكرى عيد تحرير سيناء. واحنا في يعني في بدايه التحرير الحقيقه احنا يعني كان نوع من انواع كنا بناخد يومها اجازه، وزي ما هو دلوقتي موجود كنا بنقوم الصبح كده واحنا في القريه عندنا نروح المدرسه وبنتعامل مع المساله لازم 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 كده، كان لازم نستمتع ببعض الاغاني اللي كانت موجوده او التلفزيون الصغير اللي كان موجود او الراديو الترانزستور اللي كان موجود ايا كان الامر في الريف يعني. فكنا بنستمتع دايما بهذه الذكرى العطرة كده في مجموعة أغنيات موجودة، مجموعة أفلام موجودة، والأفلام دي ما زالت موجودة لحد دلوقتي، والأغاني دي موجودة لحد دلوقتي. وزي ما سمعنا العملاق عبد الرحمن حافظ وهو بيتكلم وبيغني صباح الخير يا سينا، هتتكلم على كان في أغنية شهيرة جدا كان عملها الأستاذ جمال سلامة وعملتها الفنانة العظيمة شادية كان اسمها مصر اليوم في عيد، وكانت دايما يعني واحنا صغيرين كده متعودين على هذا الأمر. لكن كنا بناخده من مسألة المعرفة بالعيد من خلال التلفزيون أو الراديو ببعض الأغاني، لكن لما كبرنا عرفنا إن الموضوع مش مرتبط بأغاني ومرتبط ب يعني فيلم أو مرتبط برواية درامية بقدر ما هو مرتبط بتاريخ بلد. طب أقول لكم على حاجة أنا خدت بالي منها وأنا جاي، أنتوا تعرفوا إن محافظة شمال سيناء أو إن سيناء لها المحافظة الوحيدة أو المنطقة الوحيدة اللي لها عيدين في السنة، وعيدين هيدنهم مرتبطين بوجدان المصريين، ودي عظمة سيناء. إيه هما العيدين بقى؟ لما تيجي تتكلم عن سيناء هتتكلم على أكتوبر 73 مظبوط؟ وبتيجي تتكلم عن سيناء هتتكلم عن عيد تحرير سيناء مظبوط برضو؟ هتلاقي إنه هذه المحافظة أو هذه المدينة أو هذه المنطقة أو هذا المكان المبارك العظيم السامي في حاجة كده من السمو وكده. ما تيجي تتكلم عن سيناء وعظمة سيناء وجمال سيناء وقوة سيناء وأهل سيناء، ما تيجي تتكلم عن الحاجات دي أعتقد يعني إنه لازم تقف قدامها احتراما وتقديرا لتاريخ هذا البلد ولعظمة هذا البلد وتاريخ سكان هذا البلد. من أعظم ما أنجبت مصر، من أعظم مصر جابت عظماء كثر، من أعظم ما أنجبت مصر هم أهل سيناء، سواء سيناء الشمالية ولا الجنوبية، محافظة شمال سيناء أو جنوب سيناء، لكن من أعظم ما أنجبت مصر هم أهل سيناء. ومن الوطنية العظيمة في هؤلاء لما تقعد بقى مع شيخ من الشيوخ الكبار وتسمع بقى التاريخ الحافل الجميل في الدفاع عن هذا البلد والدفاع عن هذا الوطن والدفاع عن مقدرات هذا الوطن واللي مستمر لفترة كبيرة بإذن الله. عارفين حضراتكم ما بنيجي نتكلم عن تاريخ سيناء دلوقتي، أنا معلش رجعت ل 2013 وبداية الحرب على الإرهاب. لو فصلت الأمور عن بعضها هيبقى ده غير منصف. حط الحاجات كده جنب بعضيها هتلاقي إنه سيناء واحدة من بوابات الأمان العظمى في مصر. يعني تخيل لو الدولة المصرية
لا قدر الله ما نجحتش في القضاء على الإرهاب في سيناء، كان إيه اللي حصل؟ تخيل بقى حضرتك، أنا سيب لحضرتك التخيل يعني، تخيل بقى أنت بتشوف الوضع في مصر كلها إزاي لو لم يتم القضاء على الإرهاب في سيناء. الناس دايما اللي هم الإرهابيين أو أهل الشر أو الآخر شايفين أنه الـ 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 المكان اللي في سيناء هو مكان في زخم كده، انك ممكن تعمل بؤر ارهابيه، ممكن تعمل تفجيرات، ممكن تعمل استهداف للجيش والشرطه، لكن عظمه جيشك وشرطتك وشعبك موجود في سيناء على ثلاث مراحل. 73 خلينا بتكلم عن نجاحات، 73 تحرير اللي هو 82 2023، لانه يعني حاب اسال يعني استاذنا الكبير العظيم في التاريخ المصري الدكتور جمال شقرا، هساله على فكره عظمه سينا في الثلاث تواريخ دول ليه؟ اشمعنى سينا بالذات؟ ما هو الحاجه بتمر علينا كده ما بنقفش عندها، اشمعنى سينا؟ لو حضرتك وقفت عند 2013 لحد 2023، أنا فاكر إن إحنا اتكلمنا في فبراير أو يناير 24، يعني الأيام اللي فاتت دي، أو ديسمبر 23، إن إحنا خلاص نجحنا الحمد لله رب العالمين نجاح تام في القضاء على الإرهاب في سيناء. يبقى أنا أعتقد إنه العيد سيناء ال 42، عيد تحرير سيناء ال 42 هو أول عيد لتحرير سيناء بعد القضاء على الإرهاب في سيناء. اللهم لا حسد، اللهم لا حسد، جيش عظيم بقدرات عظيمة برسالة عظيمة مع شرطة. أنا بتكلم بقى على الكلام اللي موجود في سيناء هناك، المعايشة، الدخول في تفاصيل مش من طبيعتنا، لكن لان ده امن قومي، لكن النتيجه ايه بعد هذه التفاصيل؟ انك انت بتتكلم عن تحرير اطهر بؤره في مصر، اسف، اطهر مكان في مصر، وربما من اطهر الاماكن في العالم، في سيناء من براثن الارهاب. ولو ربنا في العشر سنين اللي فاتوا ما كانش حالفنا في التوفيق والنجاح، كان الاحتفال السنة دي كان يبقى له شكل تاني خالص. فلازم لازم نقف تحية وتقدير واحترام لجيشنا وشرطتنا وأهالينا في سينا، والكل مصري تحمل فاتورة الإرهاب اللي حصلت في العشر سنين اللي فاتوا، وكان حاسس إنه الدولة بتعمل شيء لابد أن يعمل، وساهم في هذا الأمر، والحمد لله رب العالمين بالتقارب والالتفاف حوالين القيادة السياسية والالتفاف حوالين جيشنا وشرطتنا، الحمد لله رب العالمين قدرنا في العشر سنين اللي فاتوا نقضي قضاء تاما على الإرهاب في سيناء. الحقيقة اللي كلفنا كتير جدا 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 جدا، وفي الأكثر كلفنا دماء وأرواح إخواتنا وحبايبنا وأهلنا اللي من سواء من الجيش أو الشرطة أو بعض المواطنين أو المواطنين اللي موجودين في سيناء. مش متعود على كده، لكن حابب إن أنا أقف بس دقيقة احترام للجيش والشرطة والمواطن والبلدنا في الذكرى 42، ومع الذكرى 42 بنحتفل بالقضاء نهائيا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين على الإرهاب في سيناء. فهقف دقيقة احترام وتقدير لهذا الجيش العظيم ولهذه الشرطة العظيمة ولأبناء سيناء في هذا الأمر.
ربنا يحمي بلدنا من كل شر ويرحم شهدائنا اللي الحقيقة يعني كل الشكر لسيادة الرئيس وللدولة المصرية إنه لا تنسى أرواح هؤلاء الشهداء أبدا مهما طال الزمان. وأوعوا حد يلعب في دماغنا إنه مناسبات بقت عادية، لا، يظل أكتوبر ويظل الأمر في تحرير سيناء سنة 82 وظل الأمر في القضاء على الإرهاب في سيناء الحمد لله من 2013 لحد دلوقتي، ولنا في سيناء تاريخ طويل. بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتحدث إليكم اليوم في ذكرى يوم من أيام مصر المجيدة، الذكرى 42 لتحرير سيناء الحبيبة، تلك البقعة الغالية من أرض مصر المقدسة التي طالما كانت موضعا للاستهداف والعدوان، وطالما نجح شعب مصر العظيم وفي طليعته القوات المسلحة الباسلة في حمايتها وصونها والحفاظ عليها جزءا لا يتجزأ من تراب مصر الطاهر. شعب مصر الكريم، إن قصة كفاح المصريين من أجل سيناء هي ملحمة بطولة وفداء وجلد وتضحية وإصرار لا يلين على حفظ حقوق هذا الوطن العظيم وعدم التفريط في شبر واحد منه، وهو منهج طالما شكل الأسس الراسخة للوطنية المصرية والمحددات الرئيسية للأمن القومي. إن سيناء التي تحررت بالحرب والدبلوماسية ستظل شاهدة على قوة مصر وشعبها وقواتها المسلحة ومؤسسات دولتها، ورمزا خالدا على صلابة الشعب المصري في دحر المعتدين والغزاة على مر العصور. وعلى مدار السنوات الماضية تعرضت مصر لاختبار جديد استهدف سيناء، وخضنا حربا شرسة ضد قوى الإرهاب والشر التي ظنت واهمة أن بمقدور عملياتها الإرهابية إضعاف عزيمتنا، ولكن تحطم الشر على حصون الخير والشرف، وقدم الشعب شهداء أبرار من أبنائه الكرام في القوات المسلحة والشرطة المدنية ليدفعوا بدمائهم الغالية ثمن حماية سيناء بل ومصر كلها من الإرهاب والتطرف. كذلك فإن التطورات التي شهدها الإقليم خلال الشهور الماضية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والموقف المصري الواضح منذ اللحظة الأولى الرافض تماما لأي تهجير للفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء أو إلى أي مكان آخر حفاظا على القضية الفلسطينية من التصفية وحماية لأمن مصر القومي، وكذلك موقفنا الثابت بالإصرار والعمل المكثف لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية ودفع جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ليحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة. كل هذه تشكل الثوابت الراسخة التي تحرص مصر على العمل في إطارها بهدف أسمى، وهو إرساء السلام والأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة لصالح جميع شعوبها. وكما كانت الحرب من أجل تحرير سيناء واجبا وطنيا مقدسا، وكذلك كانت الحرب من أجل تطهيرها من الإرهاب،
فإن تنمية سيناء وتعميرها هو واجب وطني مقدس أيضا. واليوم تشهد سيناء جهودا غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة في الصحة والتعليم والبنية الأساسية وجميع مقومات العمران والصناعة والزراعة في إطار مشروع قومي ضخم يستحق أن يقدم المصريون التضحيات اللازمة من أجل تنفيذه حماية وصونا لأمن وسلامة الوطن كله. شعب مصر العظيم، لا يوجد في الختام ما هو أشرف من تقديم التحية والاحترام لمن كانت تضحياتهم سبباً في بقاء وصمود هذا الوطن، وكانت دماؤهم الزكية نهراً ارتوت منه رمال سيناء حتى تم تحريرها ثم تطهيرها من الإرهاب. تحية إعزاز وتقدير لشهداء مصر الأبرار ذوي الكرم والفداء وأصحاب المروءة والبطولة ورمز الكرامة والتضحية. كل عام وأنتم بخير، ومصر في أمان ورفعة وتقدم، ودائما وأبدا وبالله العظيم تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله بإذن الله يكون اللي جاي أفضل بكتير من اللي راح أو من اللي فات يعني. وإن شاء الله الأيام الجاية تكون أيام يعني فيها بقى رغد كثير كتير جدا لأهالي سيناء، حالي تعبوا كتير جدا على سنين فاتت، ودايما يعني مش بيعانوا لكن دايما كانوا بيتحملوا الفاتورة الكبيرة في الدفاع عن أرض مصر من البوابة اللي هي بوابة سيناء. والحقيقة أعتقد يعني عشان برضو موضوع الحدود، وحتى ما حصل 7 أكتوبر ما بين حماس وإسرائيل والاعتداءات بتاعت الجيش الإسرائيلي الوقحة على أخواتنا الفلسطينيين هناك، برضو لها تأثير كبير جدا على الوضع عندنا، لأن احنا حدود يعني ما فيش يعني تقريبا شمال سيناء حدود رفح، يعني الوضع بيبقى شوية في جزء من التكلفة بيتحملها أهالينا في سيناء، فربنا يديهم الصحة وطولة العمر، ودايما هم تاج على رأسنا. يعني ما بسمع كده أنه حد من سيناء في أي مكان، الحقيقة يعني بحس أن أنا بسلم على تاريخ، مش فرض عادي، لا، أي شخص من سيناء بحس أن أنا بسلم على تاريخ. فربنا يديهم الصحة وطولة العمر ويبارك فيهم دايما، لأنه هم فخر لينا، ودفاعهم عن بلدهم الحقيقة مش محتاج ان احنا نرصده، لان هو مرصود مش بالقلم، لا، مرصود بالقلب. واعتقد انه كل شخص في مصر عارف قد ايه اهل سيناء تحملوا الكثير في الدفاع عن بلدهم. الشيخ سويلم حماد يعني شيخ المشايخ قبائل العيايدة في سيناء، واحد من الناس اللي ممكن يقول لحضراتكم كده باختصار هم شايفين الاحتفال النهارده ازاي. مرحب بك يا شيخ سويلم، كل سنه وحضرتك طيب. يا مرحب بيك، الله يكرمك. يا مرحب، كل سنه وانت طيب. وانت طيب بالصحه والسلامه. الله يخليك. انت يعني صوتك النهارده مختلف عن امبارح، يعني النهارده انت بتحتفل بقى بتحرير سيناء وتحريرها من العدو الاسرائيلي، فانت بالنسبه لك بقى وجود التنميه اللي حصلت والوضع اللي حصل الملف بصورة عامة كده انت شايفه ازاي يا شيخ سويل؟ والله انا شايف السيد الرئيس عمل شغل في سيناء ما احنا كان عايزين الشغل ده من 30 سنة. انما هو الراجل ايجا وعمل شغل في سيناء، وهتعمر سيناء، انت عارف سيناء دي فيها طمع من اهل الشر، ولكن لسنها خالية. انما لما تنزرع والناس تسكن عليها، صحيح، تتعمر، يجوا هنا مع ويختلط دم ابناء سيناء مع دم اهل الوادي، ايوه، الارض بالسكان، لما تكون فيها سكان وفيها تنميه وفيها اعمار، الارض كده بتبقى في امان، ايوه
ايوه ما تبقاش صحراء صح الواحد طمعان فيها صح صح. سينا دي سيادتك فيها خيرات الله فيها كان فيها موارد من جميع الموارد فيها فحم فيها بترول فيها غاز واحنا لو ما عمرنا ارضنا وبقينا ندافع عنها احنا ندافع عنها دايما وهي صحراء ولا ندافع عنها اكثر صح. من ندافع عنها وفيها عمران صح صح. بعدين انت عارف لما يجي الاسر من وادي النيل ويسكنوا هنا ويزرعوا ويبنوا والراجل وفر لهم بيوفر لهم الكهرباء ووفر لهم الميه واستصلح الارض غير هم يشتغلوا والانفاق دلوقتي كلها ما بتلحقش خمس دقائق ولا صحيح. من البر الغربي صحيح. والبر الشرقي صحيح صحيح. الانفاق دي خلي بالك قطعت شوط كبير مش معديات وطوابير عربيات لا حاجه يعني صراحه سينا دي الراجل ده عمرها عمار والسياسه اللي هو ماشي بيها دي هتخلي سينا دي زي وادي النيل بالظبط. يعني سينا وادي النيل مع ان الناس هتشتبك مع بعض بالنسبه لوادي النيل والناس اللي في سينا هيختلطوا مع بعض هيبقى في نسب هيبقى في ود هيبقى في تاريخ ليهم وهيدافعوا عن بلدهم. انت عارف اصل يعني مصر دي أيوة. كنانة الله في أرضه أيوة مصر دي محروسة من قبل ربنا سبحانه وتعالى أيوة. ولما هو الرئيس بيقول أنا مش خايف على مصر هو صحيح مش خايف على مصر عشان مصر دي عارف رجل قاري ورجل متدين وعارف إن مصر دي محروسة من ربنا مذكورة في القرآن أزود من مكة المكرمة صحيح بعدين خلي بالك ان احنا يعني يدنا مع يد الرئيس ودايما هو لما بيقول ربنا يطرح فيكم البركه يا عم الشيخ الله ربنا يطرح فيكم البركه دايما وانتوا على راسنا من فوق الله يبارك وسلامنا لكل اهالي سينا وان شاء الله لما نيجي سينا كده يشرفنا نلتقي بحضرتك يا شيخ سويله انتوا على روسنا من فوق لانكم انتوا ناس محترمه وبعدين مصر دي كنانة الله في أرض طبعا اتخذوا في مصر جندا بأنهم في رباط إلى يوم الدين صحيح كل الكلام دي مش جاي كده صحيح كلام ربنا صحيح كلام الذي خلق الكون كله ربنا السماوات والأرض ربنا يطرح فيك البركة ربنا يطرح فيك البركة يا شيخ سويلم أنت وكل أهالي سيناء ودايما نشوفك على خير يا شيخ سويلم. طب خلينا نروح لعملية التنمية بقى والتطوير واللي بيحصل في سيناء والنظرة اللي بنسميها ايه التنموية لسيناء. عندي هناك اربع جامعات اهلية وهناك اربع جامعات تكنولوجية وهناك ست جامعات حكومية واربع اهلية وتكنولوجية. فانت بتتكلم على عملية التنمية الحقيقة لان انا كنت في الجامعة يعني سنة في نهاية الثمانينات كان الجامعة كنت في جامعة الزقازيق كان معايا ناس من سويس وناس من بورسعيد زملاء يعني وناس من الإسماعيلية وناس من سيناء لأنه ما كانش في جامعات تحوي هؤلاء الأفاضل فكانوا بيجوا أغرب جامعة ليهم كان التنسيق بيجيبهم الزقازيق فكانوا بيقعدوا مثلا في المدينة الجامعية ويروحوا كل فترة يرجعوا بلدهم يعني أو يرجعوا مدنهم يعني فالدنيا دلوقتي اتغيرت خالص عندنا مثلا جامعة قناة سويس وعندنا جامعة سيناء وعندنا جامعة وفي جامعة الملك سلمان الحقيقة في تطور مذهل من ناحية العمران السكني وفي نفس الوقت عندنا العمران التعليمي إنجاز التعبير كده فكرة إنه عملية التعليم خلاص وصلت لكل منطقة موجودة في سيناء. الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة قناة السويس يمكن طلته أكتر على هذا الملف أكتر مني في هذا الإطار. برحب بيك يا دكتور أشرف وأسفين على إزعاجك وكل سنة حضرتك طيب يا فندم. مساء الخير يا فندم وكل المشاهدين بخير بمناسبة أعياد سيناء. النظرة بالنسبة لسيناء نظرة التنمية ونظرة التعليم ونظرة الـ يعني احنا زمان أنا كنت بتكلم في نهاية الثمانينات احنا كنا في جامعة الزقازيق بيجينا ناس من كل مدن القناة ومن سيناء كان بيقولنا الحقيقة في جامعة الزقازيق. دلوقتي الأمور اختلفت احنا اللي بنروح دلوقتي سيناء. انت شايف النظرة ازاي في هذا الإطار؟
الحقيقة أستاذ جابر، في ال10 سنوات الأخيرة عموما الدولة المصرية خدت خطوات عديدة لتطوير قطاع التعليم الجامعي والارتقاء من خلال تأسيس بنية تعليمية قوية وحديثة للجامعة، وطبعا إدخال تخصصات جديدة ومتنوعة بتواكب متطلبات سوق العمل. وطبعا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم بهذا القطاع اللي هو قطاع التعليم وخصوصا التعليم العالي. أنا عايز أقول لحضرتك إن كل محافظات مصر الآن بها جامعات ما عدا محافظتين، محافظة جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر. الحمد لله محافظة جنوب سيناء طبعا في إطار رؤية مصر 2030 بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بتشمل تنمية شبه جزيرة سيناء، قامت جامعة السويس، يمكن حضرتك في المقدمة قلت رئيس جامعة قناة السويس، لا يا فندم هي جامعة السويس، وفي جامعة أخرى اسمها جامعة قناة السويس دي في تمام. الإسماعيلية. فجامعة السويس الحقيقة بدرت بإنشاء فرع يعني عندنا جامعتين، قناة السويس اللي هي موجودة في إسماعيلية، بالظبط يا السويس أستاذ دي اللي موجودة في سيناء، في السويس، في السويس. تمام. ولكن السويس عاملة لها فرع في محافظة جنوب سيناء. ايوه ده اللي انا اقصده. هو ده يا فندم. حضرتك الفرع ده في مدينة أبورديس، واختيار المدينة ده كان هايل جدا لأنه منطقة متوسطة قريبة من شرم الشيخ، قريبة من السويس، قريبة من رأس سدر، فالمنطقة دي اختيارها الحقيقة كان موفق جدا، بالإضافة إنها موجودة على ساحل البحر الأحمر وفي منطقة تسمى منطقة السلام في أبورديس. الحقيقة الجامعة أقيمت من أجل خدمة أبناء تلك البقعة الغالية من أرض الوطن. تمام. تم تخصيص 100 فدان لمدينة أبورديس. المستهدف هذه الجامعة اللي هي الجامعة الحكومية هيبقى فيها إن شاء الله 17 كلية متنوعة ما بين علوم أساسية ومجموعات هندسية ومجموعات طبية، وهيبقى فيها كليات يعني تخصصات مش موجودة دائما، في زي مثلا حضرتك كلية الثروة السمكية، كلية اللي هي مثلا تناسب البيئة اللي هناك، تناسب بالظبط المكان اللي هناك. تناسب المكان في سيناء وتبقى ممتاز. جاذبة حتى للمحافظات الأخرى زي ما حضرتك قلت إن هي هتبقى جاذبة، إحنا اللي هنروح لسينا صحيح مش هما صحيح. اللي هيجوا. لا احنا رحنا خلاص يا دكتور. إحنا رحنا احنا بالفعل. رحنا، في طلبة دلوقتي بتروح خلاص. عايز اقول لحضرتك برضو خبر ان اتفضل. كويس، ان يعني يمكن معالي محافظ جنوب سيناء اللواء دكتور اركان دكتور حرب شوشة. خالد فوده جنوب سيناء جنوب الحقيقه سيناء. قايم بدور هايل جدا في تعجيل الانشاءات في هذه الجامعه، ويمكن احنا كنا في مؤتمر امبارح بخصوص عمل وحدات سكنيه للمدينه الجامعيه في فرع الجامعه بجنوب سيناء. يعني اللي يجي بيقيم بقى، بيبقى طالب هيبقى مقيم بقى. هيجي يا فندم، هيبقى في مكان كويس على ساحل البحر الاحمر. وهنبدأ امتى الفكرة دي يا فندم؟ احنا حضرتك السنه اللي فاتت بدانا الانشاءات في المرحله الاولى، وانتهينا فعلا من انشاء 4 كليات اللي هي العلوم والتجاره والاداب والتربيه. دي تكلفتها ده تبع الدولة يا فندم؟ طبعا تمام. جامعه حكوميه، وهي تبع جامعه السويس حاليا، على اساس هتبقى نواه لجامعه جنوب يعني سيناء. حضرتك دلوقتي عندك جامعة السويس اللي موجودة في السويس، وفي فرع ليها في بورديس، بالظبط يا وفي فرع ليها هتبقى في جنوب سيناء. يبقى في أنت جنوب عندك شمال سيناء، سيناء وجنوب سيناء. بالظبط شمال سيناء طبعا فيها جامعه العريش، جنوب سيناء هيبقى فيها ان شاء الله نواه لجامعه جنوب سيناء. ان شاء الله احنا بنامل نبدا العام الدراسي القادم، لان احنا انتهينا من اعمال الخرسانه والمباني، وان شاء الله في ضخ مالي لاعمال التشطيبات في ال4 كليات دول. وبعد كده حضرتك هيبقى في تخصصات نادره هتبقى فعلا هذه المنطقه جاذبه، انت حضرتك بتبقى واقف في المدرجات في الادوار المختلفه بتبقى شايف البحر، المنطقه جميله جدا يا سلام وجاذبه جدا. يا سلام. ده انت وبنامل ممكن حضرتك تعمل ده يبقى شقين يا فندم، شق تعليمي وشق سياحي. بالظبط. يعني انت ممكن هو تستغل ده في انك تعمل ترويج سياحي يبقى الطالب اللي جاي ممكن تيجي، وليه لا ما يجيش طالب من بره ليه؟ يعني انت في المنطقه دي ده احنا ممكن نعمل عمليه ترويج سياحي تعليمي، يمكن ما بتحصلش كتير في العالم.
هي سياحة تعليمية زي ما معلك تفضلت الله، وقلت، سياحة تعليمية. وخصوصا إن هي قريبة من شرم الشيخ، يعني صحيح. يمكن ساعة ونص، وهي مدينة أبورديس نفسها مدينة ساحلية، والمنطقة اللي حوالين الجامعة كلها منطقة السلام. معالي المحافظ الحقيقة في مكتب استشاري بيقوم بأعمال التطوير فيها لتناسب المستوى المتميز اللي هيبقى فيها جامع الجنوب. يعني أأكد تاني إن جامعة السويس اللي هي مركزها في السويس وإقامتها في السويس عملت فرعين، فرع في شمال سيناء وفرع في جنوب سيناء، صح كده يا فندم؟ هو جنوب سيناء فقط. جنوب سيناء جنوب سيناء. طب احنا مش هنعمل حاجة في شمال سيناء؟ في شمال سيناء حضرتك ولا هي فيها جامعات كافية؟ فيها جامعات، جامعة العريش دي جامعة حكومية. طبعاً. وفيها جامعة سينا جامعة خاصة، وفيها معاهد مختلفة. أما جنوب سينا فيها جامعة الملك سلمان بفروعها المختلفة. تمام. سواء كانت في أبورديس أيضاً في جامعة الملك سلمان الخاصة، وفي شرم الشيخ برضو موجود جامعة الملك سلمان. وفي راس سدر يعني في ثلاث أماكن أو ثلاث أفرع لجامعة الملك سلمان، ودي جامعة أهلية. لكن أول جامعة حكومية إن شاء الله في جنوب سيناء اللي بدرت بقى جامعة السويس فرع ليها، وإن شاء الله لما تستكمل القوام بتاعها تبقى اسمها جامعة جنوب سيناء. جامعة جنوب سيناء. يعني كل التوفيق لحضرتك وكل التوفيق للدولة في إنها بتراعي هذا، لأن أنا اتبسطت جدا كمان من موضوع نظام التأمين الصحي الشامل اللي دخل جنوب سيناء، واللي الحقيقة دخل السنة اللي فاتت وتم العمل عليه دلوقتي، والحقيقة كل القائمين على منظومة التنمية في جنوب سيناء الدكتور أو سيادة اللواء خالد فودة، اللي بشكره جدا وبشكر كل الناس في جنوب سيناء الحقيقة على المجهود اللي بيبذل. وزي ما حضرتك تفضلت يا دكتور أشرف إن الموضوع مش مجرد تنمية بس، لا ده احنا يعني هنحاول بقدر الإمكان نبرز جماليات المنطقة ونبرز سياحة المنطقة ونبرز تاريخ المنطقة، وده شيء محترم جدا في هذا الإطار. بشكرك الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، زي ما قال لحضرتك كده إنه معلش نأكد عليها تاني إنه في جامعة قناة السويس وفي جامعة السويس. جامعة قناة السويس دي اللي موجودة في إسماعيلية، في جامعة السويس اللي موجودة في مدينة السويس نفسها، وهذه الجامعة اللي موجودة في السويس ليها دلوقتي فرع في محافظة جنوب سيناء، وإن شاء الله بعد كده هتبقى اسمها جامعة جنوب سيناء. جامعة جنوب سيناء بقى عملية التنمية المرتبطة زي ما قال تفضل الدكتور أشرف إنها هتبقى في الجامعة كده وانت شايف البحر قدامك، دي حاجة عظمة جدا. في طبعا الملك سلمان ليه ربنا يديله الصحة دايما، ليه في تبع الجامعات الأهلية لجامعة طبعا في جنوب سيناء. الفكرة في الموضوع مش ان انا بعمل تنمية بس، لا زي ما قلت لحضراتكم والله انا يعني انا بستحضر تقريبا 30 سنة فاتوا او اكتر من 30 سنة لما كنا احنا في الجامعة، دلوقتي احنا اللي بنروح. يعني انا متأكد انه ما يحدث في جنوب سيناء هيبقى جاذب جدا لطلاب كثر في محافظات مصر انهم يروحوا يلتحقوا بالجامعه بتاعه جنوب سيناء، لانه وجامعه الملك سلمان جامعه الاهليه الحقيقه في كتير جدا من الناس الحقيقه بيتكلموا ويروحوا ويلتحقوا بهذه الجامعه. فاحنا بنتكلم على الحقيقه امل كبير جدا وتطور كبير جدا بتعمله الدوله في هذا الاطار، فشكرا جزيلا لعمليه التنميه القائمه. كيف تناولت الصحافة المصرية هذا الأمر؟ فخليني يعني على حسب اللي وصل لنا، يعني احنا عندنا المصور وزميلنا العزيز الأستاذ عبد اللطيف حامد رئيس التحرير، وكل الزملاء الأستاذ نهال الشريف، الأستاذ عبد الرحمن البدري، الأستاذ إيمان رسلان، الأستاذ هالة حلمي، الأستاذ سيد عثمان، وطبعا رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عمر أحمد سامي. بشكركم شكر جزيل. الملف المعمول من المصور عقيدة التنمية تحمي سيناء من أطماع المتآمرين، وأعتقد أنه تريليون جنيه ميزانية تعمير أرض الفارس خلال 10 سنوات، خطة لتوطين 8 مليون ناس من خلال عام 50، اللواء خالد فودة، مشروعات البنية التحتية أساس التعمير، اللواء عبد الفضيل شوشة، طفرة تنموية في جميع القطاعات. الحقيقة اللي معمول جوه المجلة يستحق الاحترام من كل الزملاء. 10 سنوات
من التنميه والتعاون. كنت بكلم حضراتكم من شويه ليه 10 سنوات، يعني بكلم من 2013 في محاربه الارهاب ومحاربه الجماعات الارهابيه ومحاربه البؤر الارهابيه الموجوده في سيناء. النهارده 2023 بدانا من بدايه 2024 من بدايه 2014 او نهايه 2013 احنا النهارده بنحتفل بمرور 10 سنين على الجمال والرقي والحملات الحقيقه المستمره للقضاء على الارهاب من اول ما استوطن هؤلاء الارهابيون في سيناء لحد ما تم محاربتهم وخروج هؤلاء ويعني الخيبه والحسره عليهم في هذا الاطار. وهنا كل هتلاقوا بقى عبد اللطيف حامد كاتب عقيده التنميه تحمي اساس او تحمي سيناء من اطماع الارهابيين، و25 ابريل يوم سيناء استاذنا استاذ حلمي النمنم كاتب في هذا الاطار، استاذه منار عصام من معركه التطهير الى مخطط التعمير، دكتور لواء سمير فرج 25 ابريل وتحرير سيناء ودعاء رفعت عامله بالدموع والصرخات ذكرى خروج 4500 اسرائيلي من سيناء، مشروعات تنميه سيناء الصحراء بقت خضراء، استاذ محمد رجب في هذا الاطار. الحقيقه انفجراف كده معمول من عن عقيده التنميه في سيناء طموحات وانجازات في 10 سنوات ومدير القناه في جهد هذه الصفحه او صفحتين مع بعض كده هتشوف فيهم شغل كويس قوي. ورندا طارق عمرو حوار مع اللواء خالد فوده محافظ شمال محافظ جنوب سيناء وقال حلم اهلنا تحقق على الارض ومشروعات البنيه التحتيه اساس التنميه. اللواء خالد فوده من المحافظين الناشطين جدا المحافظين المحترمين جدا المحافظين اللي لهم بصمه على في المحافظه اللي هو بيشتغل فيها. الحقيقه كل ما تروح جنوب سيناء تشعر ان هناك تقدم كبير جدا يحصل في هذا المكان. والحقيقه انا اخر مره رحت سيناء كان في وقت انا بتكلم على جنوب سيناء كان في منتدى شباب العالم اللي بسبب كورونا واخره تاخر، لكن لما رحت منتدى شباب العالم شفت سيناء بشكل مختلف تماما. هنا برضو رندا طارق عامله حوار مع اللواء محمد عبد الفضيل شوشه وقال طرح المرحله الاولى رفع الجريده ضمن احتفالات ذكرى التحرير. شكرا لكل الزملاء في المصور. لو صحيفه الوطن زميلنا الاستاذ مصطفى عمار وكل الزملاء في صحيفه الوطن لهم مننا كل التقدير والاحترام. تنميه وتعمير سيناء اكبر مشروع قومي في تاريخ مصر، وبرضو في جدول كده 460 مشروع لتنميه ارض الفيروز زميلنا الاستاذ محمد مجدي عامل ملف في هذا الاطار، وزميلنا الاستاذ محمد سعيد الشماع كل الزملاء. ومعاهده السلام لا بنود سريه الوطن تنفرد بنشر تقرير رسمي حول تفاصيلها والطريق الى كامب ديفيد زميلنا العزيز محمد مجدي، بشكرك يا فندم على المجهود في هذا الامر. وهنا كتب القرار 242 هو الحل في احد صفحات الملف رد رسمي على ابرز استفساراتها. المعاهده لا تمس حق مصر في دعم الاشقاء حال العدوان على الاسرائيلي عليهم، والقاهرة ألزمت تل أبيب بسوابق تاريخية للسلام وتصفية المستوطنات من كامل سيناء. زملائنا في الدستور عاملين العبور إلى التنمية. الدستور ترصد جهود القوات المسلحة في تعمير أرض الفيروز ومشروعات عملاقة تغير وجهها الحضاري. وزملائنا عاملين الحقيقة عاملين في الدستور ملف برضو يعني مختصر كده عن الموضوع، لكن ملف كله معلومات من الملفات الخاصة اللي بتعملها صحيفة الدستور في هذا الإطار. عندنا روزا اليوسف جورنان روزا اليوسف اللي بيصدر يوم الخميس، وزميلنا العزيز الأستاذ أيمن عبد المجيد رئيس التحرير الحقيقة عامل الملف كله عن أو الجورنان كله عن الانتصار تحرير تطهير تعمير. والحقيقة ورسالة الفدائية صبحة للرئيس السيسي والجيش نقلت خرائط تمركزات العدو على صد طفلها الرضيع قبل حرب أكتوبر بأيام، اتكلم على تاريخ وبطولات وحاجات عظيمه جدا في هذا الامر. حياه كريمه في شبه الجزيره استاذه فريده محمد ونشأة حمدي ونهى حجازي وحسن عبد الظاهر واماني حسين ومحمود محرم كل الزملاء لهم منا كل التقدير والاحترام في مجال في جورنال روزا اليوسف. وامين عبد امين عبد المجيد كاتب احفاد على خطى الاجداد ثلاثيه الفداء في جبهات التحرير والتطوير والتطهير والتعمير ايضا، وجايبين صوره الفدائيه العظيمه صبحة نقلت خرائط تمركزات العدو على صدر صفحاتها
او على صدر طفلها الرضيع، لو جبنا الصوره بتاعت ست صبحه، مش عارف يعرفوا يجيبوها زملائي ولا لا، ممكن اقربها شويه ولا صعب؟ ده تاريخ مصر، يعني الست صبحه دي تاريخ مصر. لما نتكلم بقى على العظمه بتاعت السيده المصريه والعظمه بتاعت المواطن المصري ككل بقى والسيده المصريه في الخصوص، نقول الست صبحه دي عملت ايه. ولما حضرتك تقعد مع بتوع سيناء، مع اهالينا في سيناء، هتلاقي انه الموضوع مش متعلق بصبحه بس، لا ده في الاف صبحه موجودين في سيناء، موجودات في سيناء، لهم بطولات يعني الحقيقه وتضحيات، يعني مش عارف اقول لكم ايه الحقيقه يعني. رسالة الفدائية صبحة والشيخ عبد المنعم الرياشي والحاجة فرحانة حسيد سالم عميدة فدائيات سيناء تنصح الشباب بالحفاظ على الوطن. دي صورة يعني أوضح شوية، لكن أنا هنا المجد للشهداء طبعا. مروة مصطفى كتبة في صحيفة روزا اليوسف، بشكر كل زملائي في روزا اليوسف الحقيقة على هذا الملف العظيم. لكن في برضو صفحة عن البترول كده معمولة من ضمن الحاجات، إن وفيها رقم يعني الحقيقه، والاعلاميون مقاتلون في معركه الوعي. شكرا لكل الحاجات اللي بتتعمل في الصفحه الخاصه بالبترول. هتلاقوا فيه كلام مهم عن ارض الكنوز في هذا الامر. وهنا انا بتكلم عن اكتشافات الغاز والبترول بسيناء، زي ما زميلتنا سمر العربي كاتبه، تنعش الاقتصاد، انشاء اكبر مستودع في العالم بسقف عائم لتخزين الزيت الخام في جنوب سيناء، وتوصيل الغاز الطبيعي ل 38.6 ألف مشترك بمدينة العريش. حقيقة برضو يقول لك التنمية فين في هذا الإطار. وعندي الأستاذ زكي القاضي في اليوم السابع، سيرة سيناء، نرصد رحلة البطولات من الأجداد للأبناء. من هنا نروح لزميلتنا العزيزة الأستاذة همة سلامة، رئيس تحرير التنفيذي لليوم السابع، ويعني تطلعنا بقى على ما كتبه زميلنا العزيز زكي القاضي في اليوم السابع وصحف اخرى بتطلع عليها زميلتنا العزيزه همه سلامه في هذا الاطار. برحب بك يا استاذه، وكل سنه وانت طيبه. اهلا بحضرتك يا استاذ جابر، وكل سنه وحضرتك طيب والف خير يا رب. اخبارنا ايه في اليوم السابع عن سيناء وعن التنميه في سيناء وعن مجهودكم انتم مع اهالينا في سيناء؟ هو استكمالا لكل الملفات والعناوين والصفحات اللي حضرتك طرحتها دلوقتي واستعرضتها دلوقتي، خليني ابدا مع حضرتك ان المنشط الرئيسي بكره في كل الجرايد والصحف هو الاحتفال بذكرى تحرير سيناء، وخاصه التركيز على كلمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي النهارده تم الخروج بيها للشعب المصري. النهارده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد على دور التضحيه للجنود المصريين، وقال كلمه مهمه جدا ان لم يكن مجرد عوده الارض، بل كان تاكيد على قدره هذا الشعب على تحقيق المستحيل والحفاظ على مقدراته. الكلمه النهارده كانت جامعه وشامله لكل اللي حصل خلال السنوات الماضيه في سيناء. مش بس كده، كان في نقطه مهمه جدا تم التاكيد عليها في الكلمه النهارده في ذكرى تحرير سيناء، سياده الرئيس اكد على تجديد العهد على مواصله بناء الوطن، وده اللي اكده وشفناه كلنا مع حضرتك مع الشيخ سويلم اللي حضرتك جبته في بدايه الفقره. فعلا خلال العشر سنين اللي فاتوا كل اللي متابع للموقف هيلاقي ان في طفره تنمويه حصلت في سيناء، مش بس عن طريق العمران والبنيه التحتيه، لا، عن طريق التنميه الصحيه، عن طريق المدارس. في طفره حصلت خلال السنوات الماضيه او العشر سنين اللي فاتوا بالتحديد، ما كانتش موجوده قبل كده. واستكمالا للملف بتاع سيناء، عندنا صفحه مهمه جدا عن سيناء وعن اصحاب النصر، ودول بقى ما بعد التحرير سيناء وهي مرحله عوده طابه. عندنا تحت عنوان اصحاب النصر احنا عاملين 9 فتشارات عن 9 عقول دبلوماسيه شاركت بشكل رئيسي واساسي في مرحله استرداد طابه. خليني اقول لحضرتك العناوين اللي تم رصدها في الصفحه دي. لو اتكلمنا على النبيل العربي فكان في تقرير تحت عنوان عقليه دبلوماسيه فريده قهرت اسرائيل بالعقل والتخطيط. كمان عندنا وحيد فريد ده الجندي المجهول في عملية التحرير بتاع طابة، وعندنا عصمت عبد المجيد قائد كتيبة اللجنة القومية لطابة، وعندنا يونان لبيب رزق
قدم الوثائق التاريخية الحاسمة اللي ساعدتنا على استرداد طابة بعد كده. فدي كان فيتشر أو صفحة مهمة جدا معمولة على فكرة العقول اللي دارت المشهد بعد تحرير سيناء واللي ساعدت بشكل كبير على استرداد طابة. استكمالا بقى للموضوعات اللي مطروحة بكرة في الصحافة المصرية، خليني أرجع لجريدة الوطن. بصراحة في ملف مهم ويعني مجتمعي قوي بالنسبة للناس وبيهم ناس كتير جدا، هو ملف التأمين الصحي. بكرة إن شاء الله في جريدة الوطن في ملف التأمين الصحي، حماية المصريين بجودة عالمية. الملف ده أهميته إن هو برز الدور الجامد للدولة خلال العشر سنين اللي فاتوا، برز كمان أهمية القوانين اللي تم مناقشتها في البرلمان خلال السنوات الماضية للارتقاء بخدمة التأمين الصحي. كتير جدا من المصريين بيعتمدوا بشكل أساسي على خدمة التأمين الصحي. من العناوين اللي الوطن يعني أكدت عليها في ملفها إن الرعاية الصحية بتغطي 75% من الخدمات، وإن في توجيهات بتوسيع المشروع بشكل كبير جدا، وإن في مرحلة تانية من تطوير خدمة التأمين الصحي في مصر. رقم مهم كمان جدا جريدة الوطن برزته بكرة في عددها أو في ملفها، وهو 91 مليار جنيه أموال وأصول التأمين الصحي. ناس كتير ما تعرفش إن الرقم الضخم ده إزاي خلال السنين اللي فاتت تم زيادته عشان نوصل لخدمة جيدة وخدمة تليق بالمواطن المصري. في ملف التأمين الصحي. كمان كان في حوار ليهم مهم جدا بكرة مع الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة، اللي أكد إن في 7 محاول للعمل خلال 2024 للتوسع في المرحلة الثانية من التأمين الصحي. فده ملف مهم جدا، حيوي جدا، خدمي جدا، بيهم قطاع كبير جدا من المواطنين. عندي خبر خدمي تاني هرجع فيه لليوم السابع، خليني أقوله لحضرتك، وهو القضية اللي بتشغل الناس دلوقتي بشكل كبير جدا، وهو رغيف العيش. رغيف العيش لما نيجي نتكلم على الخبز السياحي، وهو الخبز السياحي ده اللي هو رغيف العيش اللي مش مدعوم، العيش اللي بننزل نشتريه من المخابز أو سواء العيش الفينو. النهاردة وزارة التموين أكدت أن أسعار الرغيف السياحي اللي تم الإعلان عنها نهاية الأسبوع الماضي دي الأسعار اللي بيتم تطبيقها في السوق دلوقتي. وأكدت كمان أن هيبقى في حملات رقابية كبيرة جدا على السوق للتأكيد من السعر اللي مطروح مع الوزن المتفق عليه. وكمان كان في مناشدة مهمة جدا ليهم أن كل المواطنين اللي بيلاقوا ان في مخابز بتخالف الاسعار دي او بتخالف الوزن المتفق عليه، لا خلينا نبلغ وخلي الناس يبقى ليها دور ايجابي. ما احنا نفسنا همت ان احنا نبلغ جانب الدوله، نفسنا ان احنا نبلغ ويتم الاستجابه. يعني في ناس برضو كنا بنتكلم على ازمه السكر اللي كانت موجوده، نتمنى بقى ان الحملات دي تكون اكثر فعاليه، لان ده في مشكله السكر اللي بقت محلوله. معاك، اتفضل. انا بتكلم على انه مثلا مكان السكر فيه ازمه، دلوقتي ما فيش فيه ازمه، دلوقتي السكر موجود في كل مكان، صحيح هو ب 35 بس موجود في كل مكان، لكن الوقتها كان في ناس محتكره، وكان لو الرقابه شديده عليهم كانت الناس دي هتبطل احتكار وهتبطل، زي دلوقتي موضوع الاسماك اللي موجوده في بورسعيد وموضوع المقاطعه ليها، ودي اللي سياده الرئيس كان بيقول قبل كده، اللي السلعه اللي تزيد ثمنها ما تشتروهاش. فاخدنا الموضوع ازاي ما نشتريهاش، ما احنا عايزين نشتري. طب ما احنا دلوقتي قطعنا والمقاطعه بتجيب نتيجه، يعني المقاطعه بتخلي التاجر الجشع يرجع تاني لصوابه ويبيع بالمبلغ المتفق عليه او المبلغ اللي المفروض ياخده. يعني بالظبط، اعتقد لو كل حد قام بدوره المنظومه هتكتمل وهتنتظم بشكل اكبر. لو الرقابه او حمايه المستهلك قامت بدورها مع التزام المواطن والتزام المخابز باللي حددته فعلا وزاره التموين، مع استجابه المواطن لرفض كل ما هو في جشع وفي استغلال من التجار، كل المنظومه هتنضبط. وده اللي حاصل وده اللي شفناه في سوق الاسماك في محافظات كتير جدا. وخليني اقول لحضرتك ان ده فعلا مجهود مواطنين، مش بس مجهود وزارات او جهات رقابيه، لا، في مواطنين خدوا موقف حاسم جدا وقال انا النهارده مش هنزل اشتري. وفي مواطنين قالوا الشادر ده او السمك ده او السوق ده في ارتفاع اسعار. لو المنظومه دي حصلت في سوق الخبز او في سوق الخبز السياحي، اعتقد ان بشكل كبير جدا الاسعار هتنضبط، وحجم كمان العيش الفينو او العيش البلدي، العيش نفسه اللي احنا بندور عليه، هيبقى مختلف جدا عن اللي موجود حتى دلوقتي في السوق. استاذه همت، اتفضلي. اليوم السابع والصفحه الاخيره، ماشي
معاكي. اخر حاجه معايا معاكي. معايا دلوقتي مذكرات مجدي يعقوب جراح خارج السجن. تمام. السابع بيستكمل نشر مذكرات الدكتور مجدي يعقوب، واعتقد ان دي مذكرات مهمه جدا جدا. ده راجل عظيم، ده راجل عظيم صغير وكل وكل الاجيال. ده راجل عظيم. اهم شيء ورد في المذكرات كان مرحله المؤثرين في حياه دكتور مجدي يعقوب، وازاي انتقاله من شيكاغو لبريطانيا اثر بشكل كبير جدا على تكوينه الطبي والفكري والعلمي. صحيح. بشكل كبير. صحيح. كمان في المذكرات دي واللي بننشرها كمرحله تانية او كجزء تاني من المذكرات، المذكرات دي بتذكر كمان كل المواقف اللي بينه وبين زوجته الالمانيه ماريان، وازاي راح خطبها بخاتم بس بقيمه $5 عشان وقتها ما كانش لسه اكتملت حياته المهنيه والعلميه بشكل كبير. باذن الله. ذكرات مهمه وصفحه مهمه جدا الاخيره في اليوم السابع. باذن الله. الكل باذن الله. زميلتنا العزيزه همه سلامه بشكرك، وبشكرك انك يعني احنا خرجنا من كذا مكان ورجعنا تاني اليوم السابع ورحنا لصحف اخرى، فبشكرك شكر جزيل على المهنيه في هذا الاطار. خلينا ناخد فاصل ونرجع لحضرتك. وصباح الدنيا زينة رسيتك مراسينا، صباح الدنيا زينة رسيتك مراسينا، تعالي حضننا الدافي دهينا وبوسينا يا زينة يا زينة. في مناسبات كده يعني لازم المذيع يهدى شوية، ولازم المذيع برضو يعني يدي مش العيش لخبازه بقى، لا يدي التاريخ لاصحابه. يعني في زي ما احنا بنتكلم النهارده كده عن سينا، كنت بتكلم في المقدمه ان سينا مرتبطه وجدانيا. انا شخصيا بفتكر سيناء، مش ان انا بنساها، لكن بفتكر كل التضحيات في ثلاث مناسبات. بفتكرها في 73، بفتكرها في تحرير سينا سنه 82، بفتكرها في التخلص من الإرهاب وتحت الإرهاب والانتصار على الإرهاب من 2013 أو 2014 لحد النهاردة. أنا 10 سنين على محاربة الإرهاب في سيناء. فالحقيقة ثلاث مناسبات مرتبطين باسم واحد، سيناء، اللي هي جزء عظيم من أرض مصر. الحقيقة بقى أتكلم، أنا ممكن أقول لك كلمتين أنا أريهم بقى على السوشيال ميديا، أو أنا أريهم في تاريخ، أو أنا خدتهم وأنا في الجامعة، أو أنا خدتهم وأنا في المدرسة، لكن في حاجات كده اسمها إحاطة بالتاريخ، ما يقولهاش إلا محيط بالتاريخ. أستاذ دكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، يعني مش الحديث بس، لا والمعاصر كمان برضه، جامعة عين شمس. برحب بحضرتك يا دكتور، دايما مشرفنا ومنورنا. شرف ليا وسعادة ليا. مصر كل سنة ومصر طيبة وحضرتك طيب. مصر العظيمة اللي تاريخها زي ما انت بتقول مليان محطات ومليان مناسبات، واحنا مع سينا ما بنفصلهاش، هي جزء لا يتجزأ. تاريخ مصر تاريخها جزء لا يتجزأ، وبالتالي المحطات اللي حضرتك بتشير اليها او المناسبات دي دي بتجري في جيناتنا، والمفاجأة من 7000 سنة. فمن 7000 سنة سينا مستهدفة. مستهدفة من 7000 سنة، من أول ما بدأ التاريخ المصري وهناك محاولات لاقتطاع سينا، محاولات عديدة. وعشان خاطر وقت البرنامج احنا ممكن نقول يعني في المعاصر بقى، يعني في الحديث ممكن في محاولات يعني من لاقتطاع. من أول ما سيناء بقت سيناء وهي مستهدفة، ما هي وهو مصر كلها مستهدفة، لكن دي البوابة الشرقية. تمام. وبالتالي كل الغزوات وكل صور الاحتلال اللي احنا عارفينها جات عن طريق هذه البوابة. يعني فرس ويونان ورومان وصليبيين وفرنسيين وانجليز وغيره، يعني معظم او كل الحملات اللي جات لتحتل مصر بتدخل عن طريق هذه البوابة. لكن الأخطر بقى في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، انه في محاولة لاقتطاعها. محاولة لاقتطاعها او محاولات لاقتطاعها. المحاولة الأولى سنة 1892، وهنا كان طبعا مرحلة ميلاد النظام العالمي الجديد اللي هتتسيد فيه بريطانيا وهتتسيد فيه فرنسا،
اللي هي الحقبة الاستعمارية. وبالتالي كله كان عايز يرث الدولة العثمانية اللي هي بيسميها المريض، رجل أوروبا المريض. وإحنا كنا ولاية من ولايات هذه الدولة العثمانية. فإبان هذا الصراع حاولت الدولة العثمانية نفسها أنها طبعا كان في ألمانيا داخلة وإيطاليا، فحاولت أنها تقتطع سيناء تاخدها مننا. المعلومة المهمة اللي لازم أوصلها لأولادنا أنه حدودنا عبر 7000 سنة أو أكتر، طبعا احنا ما نعرفش على 7000 سنة لأن دول مكتوبين، لكن احنا في ممكن ملايين مش ألاف من السنين فيها إنسان مصري عايش هنا، عايش على الأرض دي. الفترة دي كلها حدودنا لم تتغير، حدودنا الطبيعية لم تتغير. وحتى لما رسمت حدودنا السياسية احنا كنا عايشين في نفس المكان اللي احنا لازلنا عايشين فيه. ممكن نخرج او ممكن ننضرب، لكن هي نفس الحدود بتاعتنا. وبالتالي لما جت المحاولة بتاع الاقتطاع، وكانت هنا بقى حفرت قناة السويس، فزادت الأهمية الاستراتيجية لمصر بعد حفر القناة. وقفت الدولة الاستعمارية اللي هي مستعمرة مصر، بالإضافة لقادة الحركة الوطنية وختائزن والشعب المصري كله وقف ضد محاولة الاقتطاع الأولى اللي هي 1892. لكن في محاولة أخطر اللي هي اقتطاع سيناء. اقتطاع سيناء وهم في خرائط بقى لهذه المحاولة. طب لما بيقتطع يا فندم، يعني معلش، هو يقتطع سيناء هو عايز يقتطعها لوحديها كده فهو يتحكم فيها؟ عايز ياخدها، ما هي ليها أهميتها الاستراتيجية. فهو بيرسم الدولة العثمانية وقتئذ كانت بترسم حدود المنطقة، والاستعمار من ناحية تانية بيرسم حدود المنطقة وفقا لمصالحه. فبريطانيا وقفت ضد هذا الاقتطاع ولمصالحها، لأن هي بتعبر من قناة السويس. هي حتى كانت بتقول أن قناة السويس مش مهمة لتجارة العالم، مهمة لتجارة الإمبراطورية البريطانية. ولذلك فشلت هذه المحاولة الثانية 1906. بالمناسبة بقى هي معروفة بأزمة طابة 1906، وبرضو بنفس الطريقة الشعب المصري والحركة الوطنية المصرية. وطبعا يعني بعد 14 سنة من المحاولة الأولى في محاولة ثانية لاقتطاع سيناء. لاقتطاع سيناء هنا المحاولة دي تم فيها رسم الحدود البرية لمصر من العلامة 1 في رفح إلى العلامة 91. أنا بس يعني أكيد الدكتور جمال قال الكلام ده كتير، صح؟ صح، أنا يعني قلت الكلام ده كتير طبعاً. وفي مناسبات كتير، ومش أول مرة نحتفل بسيناء يعني. بس ممكن يركز شوية في الكلمتين دول اللي بيتفرج علينا طبعا يعني. ممكن يركز شوية تشوفوا إزاي هذه، ده بنتكلم على الدولة ممثلة في سيناء، ازاي سيناء مستهدفه، وازاي دولتك كمصر مستهدفه، وازاي الناس تقول لك اقتطاع ايه وبتاع ايه، هو مين اللي هيقتطع ولا مين اللي هيروح ولا ايه؟ حضرتك احنا بنتكلم على 1892 اول محاوله لاقتطاع سيناء من مصر، صح كده يا فندم؟ تمام. بعديها على طول 1906 تاني محاوله لاقتطاع سيناء من مصر. انا كده في حضره التاريخ. الله يخليك. يعني انا بتكلم في حضره التاريخ، يعني انا بـ 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 بحاول بقدر الامكان استعيد فكره الانتماء من جديد الى هذا البلد الكبير. تمام كده 1906. تمام، اتفضل يا فندم. اهميه 1906 ان رسمت فيها العلامات. يعني من العلامه 1 من رفح المصريه الى 91، العلامه 91. ودي هنرجع لها حالا لما نشوف محاولات الاقتطاع اللي حولتها الدولة اللي استوطنت إسرائيل فلسطين واحتلتها. لكن أنا عايز أضيف بقى معلومة، مادام أنت يعني ركزت على هذا الاستهداف، أضيف معلومة أن اليهود من القرن السادس عشر وهم نفسهم يقتطعوا العريش المصرية ونفسهم يستوطنوا جبل الطور. وهنا على فكره كانت الدوله العثمانيه بقى هي اللي مسيطره على الولايات دي، فكان الرهبان يستنجدوا بالدوله العثمانيه، فسلاطين الدوله العثمانيه يطردوا اليهود اللي هم بيعملوا محاكات. ده قبل هرتزل. شوف قبل فيش هرتزل. بقى هرتزل 1890 1798 عايزين يقعدوا، فكانوا بيجي القوات العثمانيه وتطردهم. فالمحاكات دي كتيره، وقصه بقى محاوله اقتطاع العريش وبناء دوله يهوديه لليهود في سيناء
دي قصة طويلة جدا يعني. من كام يا فندم؟ من القرن الـ16؟ من القرن الـ16. طب انت تعرف المعلومة دي حضراتكم اللي بتشوفونا دلوقتي؟ اكيد يعرفوها يعني. انت عندنا شباب من القرن الـ16. من القرن، انا بتكلم على المواطن اللي هو يعني ومستمرة بقى لغاية النهارده. من القرن الـ16 دي مستمرة. احنا بقالنا 16 4 احنا 4 8 قرون. 8 قرون؟ طبعا. العريش مستهدفة من جانب اليهود بقالنا 8 قرون. خلينا نقول لأولادنا إنه عدونا انا فاهم بيرسم تصورات ويحط ويبنيها على اساطير وممكن نتصور احنا انه نسيها لكن يرجع يجددها. احنا بنذكر بس، احنا بنذكر يعني يرجع يجددها زي ما قلت لحضراتكم ان معلومات اكيد الدكتور جمال اتكلم فيها قبل كده، بس خلينا نخرج باستفاده يعني. لازم انتهز الفرصه واحيي كل ملوك وحكام مصر اللي افشلوا مثل هذه المحاولات. الله. واخرهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضرتك بتشير الى الارهاب وموقفه. ده انا عايز اقول لحضرتك انه ما في ملك من مصر القديمه. شوف احنا عندنا التاريخ بنقسمه لتاريخ قديم ووسيط وحديث ومعاصر. عبر السنوات دي كلها كل ملك بيجي بيضرب ضربه في سيناء، يطهر العصابات اللي كانوا بيطلقوا عليها العصابات السينوية. بس العصابات السينوية نسبة إلى سيناء يعني. يعني العصابات اللي عايزة تخطف مش من أهل سيناء. لا لا لا. العصابات اللي عايزة هي جاية على سيناء، اللي بتضطهد أهل سيناء وعايزة تختطف سيناء، يطلع يضرب ضربة ويحط رخامة ويقول أنا الملك فلان في سنة كذا طهرت سيناء، ينزل يضرب ضربة تانية في الحبشة وبرضه عشان يأمن النيل وبرضه يحط رخامة بالشكل ده. ده همنا همنا طوال تاريخنا البوابة الشرقية وعندنا الحدود الجنوبية عشان الأمن المائي المصري. وطبعا شعبنا بيحترم كل ملك يفهم هذه الخطورة أو ملك أو حاكم أو والي يعني يفهم التركيبة دي في الجغرافيا المصرية اللي ادت لمصر الأهمية العظمى واللي تسببت أيضا في استهدافنا على يد أعدائنا وعلى يد المستعمرين. خلينا نرجع بقى للتاريخ المعاصر شوية. لما قامت ثورة يوليو 52 كان سبقها بناء هذه أو سرقة أرض فلسطين العربية وبناء هذه الدولة وإعلان قيام دولة إسرائيل. مصر لها مواقف مشرفة من الهجرات اليهودية. كل القوى السياسية المصرية والأحزاب السياسية المصرية في الفترة اللي بنسميها الفترة الليبرالية أو شبه الليبرالية كان ليها موقف من هذه الهجرات. كل المفكرين والكتاب والأدباء والأساتذة العظام كان ليهم موقف وتحذير من نتائج هذه الهجرات، وكان ليهم مواقف مؤيدة للشعب الفلسطيني ولعمليات الإبادة والإرهاب اللي تمت في دير ياسين وأم الطنطورة وغيرها بقى من القرى الفلسطينية. لكن لما قامت ثورة يوليو الوضع اختلف. هنا ده سائر، عبد الناصر سائر اللي بيحكم مصر وسوار، وبالتالي على طول إسرائيل قالت إما دول يعملوا معايا سلام أو أحاربهم، يغيروا اولوياتهم. حتى لما قيل ليها ان هم عايزين يبنوا بلدهم ويعملوا تنميه وما بيفكروش في اسرائيل، وما جابش عبد الناصر سيره اسرائيل في فلسفه الثوره، قالوا لازم ديفيد بن جوريون لازم يغير اولوياته ويعمل معانا سلام. ففكره السلام قديمه وطرحت بقى نحوم جلدمان طرحها، و يعني ارسلوا لعبد الناصر رسائل كثيره كان بيرميها في الزباله وما يردش عليهم. عايزين يعملوا السلام مع عبد الناصر. عايزين يعملوا لكن لما ما حصلش ده اول فرصه جت لهم لما امم جمال عبد الناصر القناه دخلوا بانتهازيه في مع انجلترا وفرنسا وتم العدوان الثلاثي على مصر. وهنا الشعب العظيم ده وقف جنب جمال عبد الناصر، رغم ان بعض زمايل جمال عبد الناصر قالوا له استسلم فلم يستسلم، وقدر ان هو يحصل على انتصار مستغل النظام العالمي والصراع بين الكتلتين الشرقية والغربية والصراع الأنجلو كمان أمريكي، لأنه في الوقت ده كان بتنولد النظام العالمي الجديد اللي هتتسيد فيه الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.
ما نسيتش اسرائيل بقى التيران وصنافير والمنطقه ومضيق تيران ورغبتها في العبور. انتهزت العداء اللي استحكم بين عبد الناصر والولايات المتحده الامريكيه بعد يناير 57 وشاركت في المؤامره الكبرى، او هي عملت المؤامره الكبرى مع الولايات المتحده الامريكيه، عشان عبد الناصر كان استوعب صفوه الاسلحه التشيكيه واصبح زعيم القوميه العربيه وله مكانته. فكانت الضربه المحطه دي خطيره اللي هي فيها مؤامره وتفاصيلها في الوثائق البريطانيه والامريكيه مزعجه جدا، في مؤامره على مصر، ومع ذلك الشعب العظيم ده وقف جنب جمال عبد الناصر تاني. لا، احيانا بعض المؤرخين الاجانب يقول لك هو عبد الناصر كان مستند على ايه في 56؟ ده ما استوعبش لسه الاسلحه التشيكيه، كان مستند على الشعب المصري، كان معتمد على ان الشعب المصري هيسنده. في 67 لما تنحى، وطبعا هنا في تفاصيل كثيره، 9 و10 يونيو، هنا روعه هذا الشعب العظيم انه رفض التنحي، وقاد عبد الناصر حرب عظيمه بشهاداتهم هم. عشان في ناس كتير او حتى من المصريين والكتاب المصريين يقول لك احنا انهزمنا في حرب الاستنزاف. انا عملت كتيب كده دراسه علميه شهادات اسرائيليه على انتصار مصر في حرب الاستنزاف، كلها لديان وجولدا مائير واشكال بتؤكد انتصار هم اللي بيقولوا، لدرجه ان جولدا مائير في الاذاعه العبريه كانت بتقول عايزه اقابل عبد الناصر في اي مكان عشان يوقف حرب الاستنزاف. طبعا في تفاصيل كتيره قوي، لكن صحيح. اهم حاجه انه استعدينا لاسترداد الارض، وعبد الناصر رفض كل الطروحات اللي طرحت ومحاوله جره تاني، لكن كان راغب في الانتقام، وفعلا يعني ازعجهم بشده واستعد للعبور ورحل، وجه انور السادات واضطر ان هو ياخد قرار العبور من عند عبد الناصر. في خطط طبعا معموله، وطبعا دي بقى وثائق محسومه يعني. لكن طبعا السادات لما جه الله يرحمه هو كمان فكر ان هو الولايات المتحده الامريكيه هتجيب لنا الارض بدون حرب، ولذلك في وثائق كتيره قوي للتفاوض السري والعلاقات السريه، المباحثات السريه بين حافظ اسماعيل وانور وكيسنجر لغايه مايو 73. يعني لغايه مايو، احنا طبعا كشباب وكباحثين ما كناش نعرف ليه الحرب العبور اجل. وطبعا حضرتك فاكر انه قامت مظاهرات وضغط، والسادات كان بيتحجج لانه يعني كان بيخشى انه نفقد تاني شهداء. صحيح. واحنا لغايه دلوقتي يعني فقدنا اكتر من 100,000 شهيد في حروبنا مع اسرائيل، دفاعا عن ارضنا ودفاعا عن ارض العالم العربي. وبالتالي رجع له حافظ اسماعيل وقال له كيسنجر، يعني وصل له معلومه انه لا يستطيع ان يضغط على اسرائيل، ومزح معهم مع حافظ اسماعيل والوزراء الخارجيه العرب انه هو يهودي، قال لهم انا يهودي يعني، وانا ما اقدرش اضغط على اسرائيل واخليها ترجع ارض حصلت عليها بجهدها وبانتصارها يعني. ولذلك قرر الرئيس سادات في مايو 73 انه يعبر. البطل الحقيقي في العبور هو الجندي المصري والشعب صحيح المصري. صحيح. وهذه صحيح. ايضا شهادات عدونا انه الجندي كان هو يعني بينتقم وبيسأر للاهانه اللي تمت غصب عنهم في 67. هو الجندي المصري انتوا بحكم التاريخ ودرستوه، هو مختلف يعني، ما احنا بنتكلم كده على العظمه يعني فكره ان انا لا، الجندي المصري مختلف عن ايه جندي في العالم، هل ده كلام صحيح يعني؟ ده كلام علمي علمي علمي. كل حروبنا البطل فيها هو الجندي المصري. ايوه طبعا في تخطيط وفي اسلحه وفي عوامل اخرى، لكن البطل فيها هو الجندي المصري. يعني تركيبه الجندي المصري مختلفه عن تركيبه اي جندي في العالم. خليني ازيدك بقى واقول لك انه تركيبه الشخصيه المصريه مختلفه، الشخصيه المصريه كلها يا جمالة. وهنا مش كلام يعني انشا، ده مش كلام عشان احنا مصريين. لا 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 يعني ده انت مش شيفونية، لا انت لا. ممكن تلمسه فيك وفيا. ايوه يعني أيوة. التدين المعتدل هتلاقيه فينا، الذكاء
ده مؤكد، ده دي سمه معتبره. احنا بس شويه ايه حاجات اقتصاديه بتاع فرد اللي بتهدينا شويه. هذه السمات بقى اللي هي ممكن الذكاء والتحدي والقدره على الانجاز ومعجزات ممكن نعملها، وصبر ونسمي صبر وصابرين وصبريه وصبر جميل وكده. والاجمل بقى كمان القدره على حب الحياه، حب الحياه. الشعب ده مرتبط بارضه، بيحب الحياه، وعشان كده احيانا بعض المؤرخين يقول لك ياها الضرب ده كله والشعب عايش ما بيسيبش ارضه، ويتوائم ويتكيف. ودي سمة ايضا مهمه جدا، وتعلمها من 4500 سنه. ما يحطش صدره في وش مدفع ولا وش بندقيه، لا، يتوائم ويتكيف. ويسكننا المثل الشعبي الرائع ده، اصبر على الجار السو لا يرحل لا تجيله مصيبه تاخده. وطبعا هو ما بيستناش لما المصيبه تاخده، هو بيبقى بيجهز له، يعني هو بيجاهد برضه، بيجهز له لغايه ما يستطيع ان هو يعمل ثوره القاهره الاولى ضد نابليون، وثوره القاهره الثانيه ضد كليبر، وثوره في مارس عشان يجيب والي جديد، وطبعا عد بقى ثوره عرابي وثوره 19. بس هو ايه، ما يكبرش بقى. نابليون جايب دباباته وجايب القنبر اللي هي القنابل، يعني في الوقت ده كان اسمها القنبر زي ما بيقول الجبرتي. اول قنبره انضربت عليهم جريهم وقالوا يا نجيل الطاف نجينا مما نخاف، وقعدوا له بقى زي ما بنقول احنا واحنا بنهزر لبدوا له في الدره، ايه القنبره دي؟ ده بارود، طب ما احنا ممكن نعمله. وطرد نابليون بتاثير العلاقات الدوليه وبتاثير صمود هذا الشعب ايضا. انا عايز اقول لحضرتك انه الجندي هو اللي حقق انتصارات لمحمد علي، والجندي هو اللي حقق انتصارات لصلاح الدين الايوبي، والجندي هو اللي حقق انتصارات للزهر ببرص وغيره. ففي سبع في 73 بشهاده اعدائنا انه البطل الحقيقي، لا احنا عندنا ابطال عظام وخدوا حقهم في الكتابه التاريخيه، صحيح، ورموز وجميلهم على راسنا وراس احفادنا واولادنا، ان هم قدروا ان هم يمحوا العار ده. أيوة. والعار الناجم عن هذه المؤامره. لكن البطل اللي هو كان يعني عايز يعبر القناه كل دقيقه ويروح يصطاد اسرائيلي، وطبعا هم كسروا ده، كان في قانون عسكري يمنع انه ضابط مصري ولا جندي مصري يستفز ويضرب، لكن كسروا ده وعملوا ده. وكانوا في حرب الاستنزاف يعوموا يروحوا يجيبوا اسير لغايه ما جات لهم الفرصه الذهبيه وتم العبور. العبور بشهاداتهم هم ايضا وبوثائقهم هم انتصار مصري. وفي ابداعات بتدرس الى الان في المعاهد العسكريه. خليني اقول لحضرتك انه انا شفت الفيلم بتاع جلده. وانا كان لازم ان انا اشوفه. وانا بشوف الفيلم 99% من الفيلم في اعتراف بانتصار مصر. الجزء الاخير بس ومحاوله بقى تجميل لحكايه الثغره، لكن القرارات اللي اتخذت لفصل واقاله بتاع المخابرات ووزير ومشيد ايان وغيره بتدل على ان في تقصير، وهي اللجنه اسمها لجنه اجرانات للتقصير اللي تم. على كل حال احنا انتصرنا، وسادات اخذ طريق ان هو يتفاوض بعد الحرب ما انتهت. وطبعا لازم نبقى عارفين انه في ضغوط امريكيه، عملنا بقى اتفاقيه الكامب ديفيد ثم معاهده السلام. والرئيس السادات دلوقتي انا كنت الاول بحارب اسرائيل، دلوقتي صحيح. بحارب امريكا. واقرت اقرت اسرائيل مبدا اعاده الارض. وكان في خريطه زمنيه لاعاده الارض. وبدات تعيد الارض الى ان جاءت لعبه محاولتها بقى الممحكات الاخيره ان هي تعدل في الحدود المصريه اللي رسمت بقى بدقه في 1906 الحدود البريه. يعني انا بتكلم عن الحدود البريه. الحدود البريه اللي رسمت في 1906 من العلامه 1 للعلامه 91. فبدات تعمل ممحكات في امطار في العلامات الاولى، وبعدين ممحكات بقى في حوالي 5.5 كيلو تقريبا من العلامه 84 و85 و86 و87. هنا كانت غيرت العلامه. وطبعا يعني هم لعبوا في العلامات دي، لكن احنا عندنا خرايطنا وعندنا وثائقنا. بعد كده كان الكيلو متر المربع
بتاع طابة. وطابة تختلف طبعا لان طابة موقعها استراتيجي وعلى كل القطاعات طابة مهمة، سياحة واستراتيجية وموارد وكله طبعا وبالتالي الممحكات هنا وصلتنا. وهنا لازم يحسب للرئيس حسني مبارك الراحل حسني مبارك ان هو لما بدأت المفاوضات تطول وكان هيقابل رئيس الوزراء الإسرائيلي والوفد بيتفاوض هنا في مصر، فهو احنا مش ضايقناهم احنا بنطالب بحقنا ومعانا وثائقنا، فقالوا لا انتم مش عايزين تتساهلوا معانا احنا هنوقف المفاوضات. كان جاي رئيس الوزراء الإسرائيلي يقابل الرئيس حسني مبارك، فالرئيس حسني مبارك قال قولوا له مش هيقابله. فطبعا بقى في أزمة، على طول جت الأوامر للجنة اللي بتتفاوض مع ضباطنا ومع الوفد بتاعنا انه استمروا في التفاوض ولبوا طلب مصر بالتحكيم. المفاوضات مش نافعة والتوفيق مش نافع فلازم يبقى فيه التحكيم الدولي. لما اتعمل التحكيم الدولي هنا القوى الناعمة المصرية، والله هي خشنة ايضا مش ناعمة، يعني القوى الناعمة المصرية اللي شكلت من أساتذة القانون العظام وهم رموز، دكتور نبيل العرب الدكتور مفيد شهاب كلهم رموز الحقيقة طبعا دكتور وحيد رأفت ودكتور مفيد شهاب وطلعت الغنيمي وصلاح عامر أساتذة يعني طبعا جهزوا نفسهم بالمذكرات القانونية، لكن كان لازم المادة العلمية، المادة العلمية تطلع بقى مادة تاريخية وتطلع مادة جغرافية ووثائق عسكرية، كله كان متعاون. وقدر المرحوم أستاذنا دكتور إنان لبيب رزق إنه يجمع كمية وثائق طبعا أطالس عالمية ووثائق من أنقرة ووثائق من دولة الاحتلال الثانية مجهود على أعلى مستوى وطبعا الأرشيف البريطاني في وثائقنا قدر يصور منها دكتور مفيد شهاب ان احنا يعني كانت الحياه ملحمه تمام ملحمه. وعايز اقول لك يعني برضو حاجه من الحاجات الغريبه انه بعد ما حكمت المحكمه لصالحنا والست اليهوديه دي صوتت وقالت لا انا هذا الحكم ظالم ومش ظالم، لكن وهم خارجين احد اعضاء الوفد اليهودي قال للدكتور يونان، هو اثار لي بالمعلومه وكان بيضحك، قال له احنا كنا عارفين النطابة بتاعتكم بس احنا لازم نعمل كده يعني فشوف يهودي بقى هو ما فيش ما تقدرش تقول. فالحقيقة انه يعني دي محطات استردناها طبعا وكان في اصرار على استرداد، وهنا يبين لك انه جزء بقى ما كنا بنتكلم عن الشخصية المصرية هي جزء من سمات الشخصية المصرية انها ملتصقة بالارض طول عمرها. ولذلك انت عبر التاريخ شوف الازمات اللي احنا مرينا بيها، هكسوس ويونان ورومان وفرس وغيره، ما تلاقيش هجره، ما تلاقيش الشعب ده ساب البلد ومشي ابدا. والله دي انا سمعتها كتير دي في الفتره الاخيره بالذات ابدا ما فيش، ما عندناش حاجه اسمها نسيب ارضنا والهجره ابدا برغم العقبات اللي عليها والحروب اللي عليها، لكن ما نسيبهاش. هو اتعلم بقى اتعلم ان هو طيب ماشي اتفضل ممكن يطلع يشتغل يحسن مستوى المالي بتاعك لا هجره جماعيه هجره لا ويسيب بلده لا يسيب ارضه لا يسيب ارضه لا مفيش الكلام ده عندنا ويبدا يلعب مع المستعمر بقى اللي حصل في السويس ايوه مثلا ده احنا يعني لاسباب استراتيجيه احنا دوله هجرتهم داخل بس هو ما سابش بلده ما هجرتوش راح ايطاليا. هو المواطن السويسي انا اسمع برضه كده المواطن السويسي برضه مواطن مختلف أيوة. المواطن مش يعني تاريخيا هل اللي حصل في السويس خلق مواطن بجد مختلف عن بقيه المحافظات مثلا؟ في نظريات انا معلش باخد في التفاصيل كده بس اساتذه الجغرافيا ممكن يقول لك انه سكان السواحل على مستوى العالم بيبقى ليهم بعض الخصال او الطباع، لكن احنا عندنا ما دول مش سكان ده دول في مواجهه العالم ما انا بتكلم على الصلابه والقوه والتحمل بس هم ما هاجروش بره لا ما انا فاهم هاجروا انما سابوا المحافظه ورجعوا تاني طبعا وجزء سابوا المحافظه للتنميه وجزء ما رضاش المحطه الاخيره اللي حضرتك اشرت ليها اللي هي الارهاب بقى والارهاب واستوطانه في سيناء والجهود العظيمه اللي عملها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطهير سيناء. عشان كده
من زمان قوي، يمكن من ندوه قديمه وانا يمكن كنت مدرس مساعد او دكتور لسه واخد دكتوراه، كنا بنتكلم على البوابه الباب. انت ممكن تهتم بشقتك من جوه وتبقى حاجه وتسيب الباب، بس ده الباب ده اهم من وعشان كده كنا بنتكلم عن التنميه. وفرض من الملاحظات برضو اللي انا فاكرها زمان انه كان بتوع النشره الجويه يقولوا النشره الجويه لجميع لمصر كلها، وبعدين يرجع يقول لك اما سينا واما حلايب وشلاتين. فدي كانت غلطه كبيره يعني، وكتبنا وقلنا وتعدلت، ما بقاش يقول اما سينا لوحدها، لا ما هي سينا جزء لا يتجزا. فكل المحافظات بتاعتنا يعني، عايز اقول لحضرتك ان او نروح لحضراتكم لجنوب سيناء، لمنطقه سيناء، اروح لمنطقه حلايب وشلاتين. لا هي مصر كلها مع التنوع ممكن خلاص، لكن ما تقولهاش بمعنى انه دي في فصل او دي منفصله. طبعا طبعا احنا الحمد لله زي ما قلنا يعني كانت النشرات الجويه كان فيها مشكله كان فيها مشكله النشرات الجويه. عايز اقول لحضرتك انه فعلا حتى يعني بدون الدخول في تفاصيل حوالين الحلايب وشلاتين، عمرنا ما سيبنا الخط ده. يعني احنا ادينا لهم وعملنا تعديل اداري، لكن الخط ده من ايام الفراعنه لغايه دلوقتي هو خط الحدود بتاعنا اللي هو خط 22. احنا ممكن نطلع بره شويه ونعمل سيطره وبتاع، لكن نرجع اهو، لما نرجع بنرجع على حدودنا هي. فانت بتكلمني في محطات على درجه كبيره من الاهميه، ومحطات يعني ايام من ايام مصر، ايام بتحسب لمصر شعبا وقياده. اللي جاي ان شاء الله، وانا من المتفائلين، اللي جاي هيكون افضل. اللي بيتعمل في سينا هذه الايام كان حلم من الاحلام يعني. شفت الجامعات وشفت انا كان ليا حظ ان انا اكون في يعني في حضرت مناسبات افتتاحات كتيره مع سياده الرئيس. لما كان بتفتتح الانفاق والمدن كنت مذهول انه ده تم امتى وتم واتعمل ازاي. صحيح. وعلى ارقى مستوى. وبالتالي كمان التغيير اللي حصل اثناء مطارده الارهاب، خلاص سينا رجعت حقيقه لينا بقى، ما بقاش في الف وب وجيم، دي خلاص انتهت المساله. احنا موجودين على ارضنا وعندنا ردع ورادع وقوه عسكريه رادعه لعدونا. التاريخ يعني ان شاء الله يعني الايام القادمه وفي مؤشرات كثيرة رغم ممكن الأزمة الاقتصادية والضغوط اللي احنا فيها، لكن أنا عندي تفسير إنه ده كله نتيجة، وبالمناسبة برضو أوكرانيا وأزمة السودان ده كله نتيجة لأنه مخاض ولادة النظام العالمي متعدد الأقطاب مخاض صعب. ولو رجعنا في التاريخ للمخاض اللي تم قبل الحرب العالمية الأولى وظهور القطبين اللي حكموا لغاية 45، هتلاقي العالم كله كان فيه مثل هذه الفوضى. الحرب العالمية الثانية وهتلر وموسوليني، هتلاقي برضو العالم فيه هذه الفوضى لغاية ما يولد النظام العالمي. ومن الأشياء اللطيفة أنه مراكز الفكر الأمريكي بتشير لأنه لو تمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمكن الشعب المصري انه يصمد ويواجه ويعدي الازمه الحاليه، هيكون من الاقطاب اللي ممكن تلعب دور، اللي هتلعب دور مهم جدا في السنوات القادمه. سؤال اخير يعني، هل انه في ناس تقول احنا كان وما زلنا وحنبقى قيد المؤامره، هل مصر فعلا تتعرض لمؤامرة؟ احنا عند في مؤامرة في التاريخ ومؤامرات كثيرة جدا ولا ننكر ابدا ان احنا كدولة مهمة. بالمناسبة هذا الاقليم يعني اسيا الصغرى والاناضول والشرق الاوسط ده زي بالمصطلح المعاصر، هو طول عمره برميل البارود في المنطقة. المؤامرة سلاح من اسلحة الاعداء، فلازم احنا نعترف ان في مؤامرات. وانا قلت لك انه 67 ما بسميهاش حرب، انا بسميها مؤامره. وبدات المؤامره بالمناسبه من 1957، ما هو بيعد المؤامره دي من 57. ليه من 57؟ لان عبد الناصر رفض ان هو ينصاع للولايات المتحده الامريكيه ويصبح تابع. لما اصدر ايزنهاور مبدا ايزنهاور شتمه وقال له انت اعور ما بتشوفش وبتاع،
فمن 57 و40 المؤامرات موجوده ايوه، لكن احنا ما بنفسرش تفسير تامري بقى. يعني احنا ما بنقولش ما بنركنش الى التفسير التامري، احنا بنقول ان في عوامل اخرى كتيره مسؤوله عن ضعفنا، عن انتكاسنا، عن تراجعنا، وبالتالي تفعل المؤامره فعلها. يعني انت لما تتامر عليا وانا قوي ولا يهمني. صحيح. ولذلك يعني انا قلت في حديثي ان مصر الان بتمتلك ردع يردع كل اعدائها، لكن وبتلعب دور دبلوماسي وهي ما بتخرجش عن حدودها، ولان الحقبه الاستعماريه على مستوى العالم انتهت، لكن بتلعب دور دبلوماسي ودور سياسي مهم ومطلوب منها انها تلعبه. لو 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 قلت لحضرتك تاريخيا برضو، انت هل ممكن كلمه توجهها الى الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحته دي؟ اقول له انت صعبت على المؤرخين التاريخ للسنوات العظيمه اللي احنا عايشينها دي. ويعني انا كان ليا الشرف ان انا اكون يعني من اللي عملوا موقع رئاسه الجمهوريه، فكان عندنا مشكله واحنا بنعد هذا الموقع انه احنا بادئين من 1805 تقريبا من تحت تاريخيا، يعني اللي هو الجانب التاريخي، لكن كان بيجي لنا من الشؤون المعنويه كل يوم انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي كده، فعايزين نحطها عشان احنا ماشيين كده والانجازات بتيجي من فوق، فكل يوم الكراسه بتاع الانجازات بتزيد، فهو سيؤرخ له، وصعب ان انا يعني اطلق الاحكام الان، لكن يكفي بطولته في ضرب الارهاب وفي تحقيق الاستقرار، وكلنا عشنا فتره عدم الاستقرار وتهديد هذه البلد. بعد كده يعني هيختلف على التاريخ له، لكن التاريخ ما بينساش حد وبينصف اللي يستحق الانصاف. اصل الفكره يعني انه كل الانجازات العظيمه دي في النهايه وحتى اللي حاول يشكك فيها هي هتبقى باسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانه اتعملت كمعجزات الحقيقه. يعني انا بتكلم بس على الـ على الـ على الـ على الـ يعني على الـ على المحك ده، فكره انه انا ما باجي اتكلم، معلش يعني تفصيله بنتهز وجود حضرتك فيها، يعني الراجل ده تولى 2014 بقى له دلوقتي 10 سنين في دايما المواطن بيبص على حالته الاقتصاديه وبيقيس ده. بالفتره الاخيره حضرتك برضو عندك في اكيد من الذين يعانون من اثار الاصلاح الاقتصادي، وفي ناس شايفه انه لا، هو ربط الامور بالاقتصاد هو ده الاهم، انه كنت تربط، لكن هو مش واخد باله المواطن. الاعلام بيلعب دور لازم يلعب الدور بتاعه الايجابي ويبين انه في ازمه اقتصاديه عالميه وان في استهداف لمصر وانه احنا مش لمصر لوحدها، في محاوله ل يعني عندنا طب ما احنا ما عندناش الرساله دي، ولا عندنا الرساله دي بس على استحياء؟ ضعيفه. ايوه ضعيفه. ايوه بقى، انت مش انت لوحدك اللي بتعاني من ازمه اقتصاديه. قول لي قول لي قول لي كده. الامر الامر الثاني، ما هو في محاوله لعلاج نتائج الاصلاح الاقتصادي حتى لو كانت في قرارات خاطئه. انا بتكلم من حضرتك قلت علاج، يعني طبعاً. في مرض، في 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 مرض. في في مشكله، في ازمه اقتصاديه. بس انا يعني مبسوط حضرتك برضو تقول انه في الاعلام لم يوصل الرساله صح او مقصر. أنا قلت مره انه يجب على الاعلام انه يرفع التناقض بين الاهتمام ببناء الكباري والطرق والبنيه الاساسيه وبين الازمه الاقتصاديه. الازمه الاقتصاديه مش نجمه على عن علشان الكباري والمدن عملت الجديدة. كوبري او عملت طريق. لا، الازمه الاقتصاديه ليها اسباب عالميه ووراها جزء من الاسباب دي محاوله تركيع مصر، لا عشان لا تطفو ولا ما تغرقش. ده موجود في الوثائق الامريكيه كده، انه مفروض مصر ما تغرقش، لان لو غرقت المنطقه دي كلها هتغرق وتقع. ومفروض ما تطفوش بقى، لا تطفو مصر فوق السطح عشان لما وده يستمر يا دكتور؟ هتستمر المعادله دي؟ هو مستمر في اطار النظام اللي كان ثنائي القطبيه واحادي القطبيه، لكن لما يبقى في نظام عالمي عادل شويه اذا جاز استخدام التعبير ومتعدد القطبيه، هنا ممكن تختفي هذه المساله. فالرساله اللي انا بقولها للاعلام بقى، مش للرئيس السيسي. هو بينجز في صمت. وبالمناسبه برضه يمكن لازم انا اقول ان هو يعني لما بيتكلم من قلبه وبالفطره،
وبيقول الحقائق زي ما احنا بنشوفها. لو في معاناة بيقول سبب المعاناة، حاسس باللي بيحصل، مؤكد ان هو عارف انه في أزمة وفي ضغوط، لكن التحديات كبيرة جدا. انت لأول مرة في تاريخ مصر حدودك الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية كلها ضيعة. يعني احنا بنحمد ربنا على الأمن والأمان، لكن في اخطاء في السياسه الاقتصاديه، في نتائج ترتب عليها مثلا انه في طبقه الوسطى والطبقات الفقيره بتعاني اكتر. هنا مسؤوليه الحكومه انها تعيد دراستها تقييمها. الحوار الوطني شغال على هذه المساله الان، لكن صدقني حكم التاريخ انه مصر يعني حماها الرئيس السيسي، لان المخطط اللي احنا بنقراه في كتابات مراكز الفكر والمخطط اللي بنعرف في وثائق اللي بتصدر كان شيء بشع، وكانت مصر مستهدفة زيها زي سوريا زي اليمن، زي انها تضيع وسط عشان يعملوا الشرق الاوسط الجديد اللي واخد موافقة في الكونجرس الامريكي يعيدوا بناء. وخلي بالك بقى الدول دي ما بتلعبش، الدول دي لما عملت سايكس بيكو نفذته على ارض الواقع وقسمت العالم الحرب. فالمطلوب تقسيم المقسم، لكن مصر واعيه بخطوره هذا التقسيم وبتلعب دورها رغم صعوبه التنسيق مع الدول العربيه، لكن بتلعب هذا الدور. احنا لا نملك الا ان احنا كل واحد في مجال عمله يبقى مخلص لبلده، وندعي ربنا ان يحفظنا من هذه المؤامرات. يعني أنا لو هنسكل بقى على حضرتك كده، احنا كل فترة كده ممكن نلتقي في دردشة كده، دردشة تاريخية إنجاز التعبير. أنا يعني استفدت كتير من حضرتك معايا، وربنا يديك الصحة وطول العمر. شكرا. انت القوة الناعمة والخشنة برضه زي ما حضرتك تفضلت. حلوة اللي دكتور جماله بيتكلم، قال لك قوة ناعمة وقوة خشنة. لا انت ممكن كإعلامي بكلمتين تبقى تتحول الكلمتين دول لقنبلة. ممكن تعمل فيلم يبقى قنبلة ويبقى خشن، يعني يبقى يأذي. فأنا من الناس اللي ما بيحبوش كلمة القوة الناعمة، لكن بستخدمها. لكن أنت في الإعلام، وعشان كده دايما بقول إن وسائل التنشئة الاجتماعية يجب إنها تصحى وتنتبه لأولادنا، عشان التحدي اللي موجود في الميديا صعب جدا. أستاذنا الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، شرفتنا. تشرف لي. وإن شاء الله بإذن الله نلتقي بحضرتك، وأنا متأكد كده إن احنا ممكن نعمل فكرة كده، نلتقي مع حضرتك كده كل فترة تأرخ لنا ما يحدث وما يحدث وما حدث، وده احنا الحقيقة ده مطلوب جدا للمشاهد يعني. شكرا جزيلا. خليني آخد فاصل وأرجع لحضرتك. انك تشوف هذا العدد من الشباب وكلهم انترستد في محتوى زي اللي احنا بنقدمه، اللي هو افكار وانفستمنتس والبيزنس وورلد حاجه كانت، لا يعني انبسطت اول حاجه قلتها لهم، قلت لهم لا قبل ما نبتدي عايزين نقوم نتصور معاكم. لا بجد كان طاقه ايجابيه ملهاش حل. اعتقد انها من انجح الفورمات بتاعه شارك تانك، وهرجع اقول عشان اتطبعت بالطبع المصري، اللي هو في الطبع المصري ده في حاجه مختلفه برضو، في حنيه معينه وفي اخلاق كده معينه، فالناس حبت البرنامج وحبوا الشاركس. الروح ما بين الشاركس زي ما انا طلعت قلت بره، قلت انه الحقيقه كلنا بنحترم بعض جدا، وكلنا بقينا اصحاب وبقينا بنخرج مع بعض، وما فيش حد كومبتيتيف او عايز يعمل احسن من التاني، يعني في روح محبه طاغيه. بصراحه النهارده كان يوم جميل جدا، الكثافه كانت عاليه جدا، انبسطنا جدا بالشباب اللي هو عنده طموح وان هو نفسه يوصل رسالته للشاركس، يوصل رسالته ان هو عنده امل ان حد يبقى مهتم جدا بمشروعه او بحلمه اللي هو نفسه يحققه. ودي كانت النهارده بالنسبه لنا يعني يوم حسينا فيه بنجاح الشارك تانك،
وانبسطنا جدا ان احنا قدرنا نساعد كل الشباب دول ان يحققوا حلمهم. انا شايف طبعا ان البرنامج ده هو اوريدي نجح الحمد لله، وان شايف ان شاء الله هيكون في استمراريه للبرنامج ده لسنوات كتير كمان جايه ان شاء الله. النهارده تحس ان الواحد شباب، يعني انا 52 سنه حسيت النهارده ان انا عندي 15 سنه، يعني في وسط الناس والشباب والطاقه و1000 بلس واحد قاعدين في وش في وشنا، بجد الواحد بيحس ان هو شباب اكتر بكتير. انا شايف ان هو نجح اكتر بكتير جدا من ما كنت متوقعه. انا شايف ان الناس تبطل تفكر ان هو هيبقى، لسه كنا بنقول دلوقتي ان هو يفكر يبقى بلوجر، مع احترامي كل البلوجرز وال مع احترامي كل لعيبه الكوره ومع احترامي كل المغنيين، مش لازم يبقى كده، لان دول تايني حاجه نسبه صغيره قوي 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 من المجتمع. فبدات الناس تفكر لا ده فيه ممكن يبقى يفتح بيزنس صغير بتاعه، وان النجاح والساتسفاكشن بيجي له من حاجات تانية، وهي النجاح في بيزنس صغير، ويبدا يعرف يبقى عنده قوه في ان هو يقدر يعرف يماستر الموضوع بتاع البيزنس ده عامل ازاي، وبقى حبه ان شاء الله. السيزون الثالث يبقى احسن من السيزون الثاني، والبرنامج بيتطور سيزون عن سيزون، وبرده يعني شعبيه البرنامج افتكر بتزيد كمان. فيعني ان شاء الله السيزون الثالث متفائلين بيه جدا باذن الله. قد تكون شهادة مجروحة يعني باعتبار ان احنا شغالين في قناة واحدة، او اعتبار ان البرنامج ده في قناة سي بي سي، لكن القناة دي فيها سحر. ده اللي اقول لكم للأمانة، يعني لما في برنامج بينجح فيها ويبقى فيها، فالحقيقة بيبقى ليه تطور كبير على المستوى، معلش بين قوسين كده، زي ما قالت دينا غبور المستوى الشعبي. بس هي كانت عايزه تقول، فهي قالت لك الايه الرحمه والحنيه المصريه ما هو ده، يعني بقول لدينا غبور ده المستوى الشعبي بقى، انك تنزل بهذا المستوى من برنامج هو المفروض يعني بيتكلم بقى عن البيزنس وبيتكلم على المشاريع الصغيره وبيتكلم. النهارده البرنامج ده قدامه فرصه عظيمه انه يخش جوه القرى والنجوع وانا مش ببالغ، لانه السيزون الثاني او الموسم الثاني انا شفت شكل مختلف لبرنامج ممكن ان هو ببساطه شديده جدا يوصل لمستوى المواطن العادي. وانا اعتقد، او انا بلاش اعتقد، انا اقترح يعني انه يدرس هذا الامر، انه هذا البرنامج ينزل ل فكرة الدخول بقى في القرى والنجوع وهو الآخر، ويبقى جزء منه زي ما بنشوف دلوقتي الموضوع الحركة اللي موجودة، مش عايز أقول الحركة المدنية، لكن عايز أشوف المستوى العظيم جدا للمؤسسات اللي في الأعمال الخيرية والمؤسسات اللي بتشتغل في المجتمع المدني. هذا جزء إنه برنامج تلفزيوني يتحول إلى مؤسسة في هذا الإطار. فأنا كل الشكر والاحترام للأساتذة على رأسي من فوق، أحمد السويدي وأيمن عباس ومحمد فاروق وعبد الله سلام ومحمد منصور ودينا غبور. أعتقد أنه الموسم الثالث ممكن يتعمل حاجة كويسة قوي، ونغوص في أعماق الريف في هذا الإطار. فإن شاء الله بإذن الله اللي جاي يكون أفضل، وبالتوفيق لكم جميعا وبالتوفيق لهذا البرنامج المحترم. الحقيقة احنا فقدنا في هذه القناة، فقدنا زميل عزيز هو الدكتور وليد أحمد، ده مدير التصوير في قناة سي بي سي. الحقيقة خالص العزاء، خالص العزاء لأسرته. دكتور وليد أحمد ده مدرس في كلية الفنون التطبيقية، وكان شغال معانا هنا مدير التصوير. الحقيقة يتمتع بكل الاحترام والتقدير من جانب زملائي. أنا أول ما دخلت القناة على طول الحقيقة قالوا لي على هذا الخبر، وإحنا في سنتنا في هذا البرنامج إنه إحنا مع زملائنا ومع كل فاصل كل فريق العمل اللي موجود، فربنا يرحمه رحمة واسعة ويبارك في الموجودين، وخلص العزاء لأسرته. خلينا ناخد فاصل أخير وارجع لحضرتك.
عايز بس افكر حضراتكم انه الساعة 12 النهاردة، الساعة 12 بالليل هنقدم الساعة بتاعتنا ساعة، هتبقى الساعة واحدة، يعني الساعة 12 هنخليها تبقى الساعة واحدة. ليه بقى؟ عشان اول يوم للتطبيق، اول يوم للتوقيت الصيفي هيبقى الجمعة اللي هو بكرة بإذن الله. دايما التوقيت الصيفي خلي بال حضراتكم اخر خميس، اول اخر خميس في شهر ابريل، واخر لحد اخر خميس في شهر اكتوبر. يا ده التوقيت ده انا كنت فاكر التوقيت الشتوي، يعني بدايه التوقيت الشتوي. الايام بتجري بسرعه يا شباب والله. فالساعه 12 النهارده تروح مقدم الساعه بتاعتك تبقى واحده، ومن هنا بقى ايه هنقدم الساعه ساعه يعني، ومن هنا بقى يبدا التوقيت الصيفي لحد اخر خميس من شهر اكتوبر. يعني في ناس ما بتحبش التوقيت الصيفي، وناس بقى لك ده الحكومه بقى، فنتعامل مع هذا الامر ونتكيف معاه وتمشي، وان شاء الله باذن الله الدنيا تكون في انا عارف ان الساعه دي شويه بتقلم شويه على ما ناخد عليها، لكن خلاص ده وجهه نظر الدوله في هذا الاطار، فاهلا وسهلا يعني. والحكومه طبقته من 7 سنين بعد الغائه، يعني كان جاء تعامله وبعدين اتلغى، وبعدين الجمعه الاخيره من شهر ابريل 2023 في محاوله لترشيد استهلاك مصادر الطاقه المختلفه للبنزين والسولار والغاز. فاهلا بكم في التوقيت الصيفي بدايه من الساعه 12 بالليل النهارده تخلوها الساعة واحدة. طيب عندنا صحافة بكرة كده يعني نزين بيها الشغل بتاعنا، لأن مهم أو برضو أن حضراتكم تشوفوا صحافة بكرة ماشية إزاي. صحافة بكرة كده هتلاقوا معظمها بتتركز على زي ما قالت زميلتنا همة سلامة، أنه الصحافة بتركز على سيناء وكلمة سيادة الرئيس في هذا الإطار، وطبعا وهنا بقى إلزام المخابز السياحية بكتابة سعر وزن الرغيف في مكان واضح، والشغل كله في إطار هو معظمه عن سيناء يعني. يعني ريحة سيناء بكرة في صحف الغد بإذن الله. هتلاقوا جورنان آخر برضو بيتكلم على سيناء، وهنا الدستور بيتكلم على الأرض المقدسة، وبرضو الكلام اللي قاله سيادة الرئيس في هذا الإطار، وكيف يصل الأهلي لنهاية دوري أبطال إفريقيا. طبعا الأهلي هيلعب بكرة مع مازيمبي، مش كده يا شباب؟ أنا برضو رياضي، ده أنا رياضي جامد. لا انا رياضي جامد، انا يعني بفهم برضو في الرياضه وباخد بالي. فهو اتعادل 0-0 مع مازيمبي يوم الجمعه اللي فاتت، وان شاء الله يوم الجمعه دي اللي هو بكره هيبقى الماتش عندنا هنا، وان شاء الله باذن الله يبقى يتفوق الاهلي ويصل الى الدور قبل هنا الدور قبل النهائي، يصل الى الدور النهائي باذن الله، ويبقى اللي بيسموها الايه الحفله السمر، اللي يسموها كاس الاسمر او كاس افريقيا في هذا الاطار، الاميره السمراء باذن الله. الشروق وبرده كلام سياده الرئيس عن الكلمه اللي قالها بمناسبه 42 على تحرير سيناء. هتلاقوا فيه بقى اخبار كثيره خاصه بالوضع في فلسطين، والوضع في فرنسا، والوضع في اوروبا بصفه عامه، وبتكلم برضو على الحالة العامة. دايما بيبقى الشروق شوية تجنح إلى فكرة أنه بتحط القارئ في بوتقة السياسة الدولية من خلال الصفحة الأولى. في الوطن بكرة برضو بتكلم على الاحتلال الإسرائيلي، وسيادة الرئيس بيقول نرفض تهجير الفلسطينيين حماية الأمن القومي والتأمين الصحي، حماية المصريين بجودة عالية. الحقيقة كل دي ملفات في هذا الإطار. اخر حاجه بقى هقولها، الموضوع بتاع المنيا، احنا متى ننضج يبقى عندنا نضوج كده في ما بين اخواتنا وحبايبنا في المنيا؟ مش معقولة كل فتره تتكرر يعني حاجات ملهاش اي ستين لازمه. احنا شعب راقي جدا 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 ومحب، وفي قرب وصلة يعني صلة بينا وبين بعضينا جامدة جدا، عشان زي ما قال الدكتور جمال شقرة كده، احنا طول عمرنا بندافع على أرضنا وطول عمرنا بنحب أرضنا في هذا الإطار. فنتمنى إن الحاجات دي ما تتكررش خالص. احنا طول عمرنا قلبنا على بعض، وطول عمرنا نحب بعض، وطول عمرنا بنحترم بعض وبنقدر بعض.
ربنا يجعل دايما بلدنا مصدر امن وسلام وخير وامان، ومش مجرد ان احنا بنحتفل بمناسبه، بالعكس احنا بنحتفل بجمال بلدنا ورقي بلدنا وعظمه بلدنا. اللي ما يعرفش قيمه مصر ده الحقيقه هو جاهل بالتاريخ جهلا كبيرا. فربنا يديكم الصحه وطولة العمر ويبارك لنا في كل حاجه كويسه، ويعظم الدور اللي بتقوم به الدولة في هذا الإطار حماية لاستقرار بلدنا وحماية لأمن بلدنا. وإن شاء الله بإذن الله المواطن في الفترة الجاية يلاقي المسألة فيها من الخير والنماء والعظمة والرقي ما يفيده في الفترة القادمة بإذن الله. أشوف حضراتكم بكل خير بإذن الله في 7 مساء الغد. لكم مننا جميعا كل الاحترام والتقدير، وتصبحوا على خير.